بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المتواصل على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم أخوتنا المشاهدين الكرام في برنامجكم ميكروفون مصر، وصل صوتك. البرنامج ده موجه لكل أخوة المصريين في كل مكان في العالم، وبالأخص المتواجدين في مصر بإمكانهم التواصل مع البرنامج ده من خلال خدمة الفايبر والإيمو، وكمان بإمكانهم الاتصال مباشرة على النمرة الموجودة أسفل الشاشة، وكمان بإمكانهم توجيه رسالة فيديو لا تتجاوز الدقيقتين من خلال خدمة الواتساب. أخوتنا المشاهدين الكرام، لازلنا معكم في فضح الملعون أبو بكر بن أبي قحافة. قلنا في الحلقات السابقة أن هذا الرجل على حين غفلة من المسلمين صار خليفة، فجأة أعلنوا خليفة. إزاي خليفة؟ مش عارف خليفة مين كمان، مش عارفين لحد دلوقتي. تسأله تقول له خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول لك خليفة رسول الله. طيب هو 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 رسول الله صلى الله عليه وآله الذي جعلك خليفة؟ يعني لما تستخلف إنسان، هو مين اللي استخلفك؟ يعني هو نفسه ولا مين؟ لا، هم الناس اللي استخلفوه. لا، هو رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. بعض طيب يعني دي إيه؟ يقول لك دي إشارة خفيفة عشان يعني تعني أنه أبو بكر هو الخليفة من بعده. إشارة خليفة في الخفيفة، يا خفيفة يا خليفة، إيه ده؟ ايه الهبل ده يا عم؟ لماذا لم يقل رسول الله صلى الله عليه واله خليفتي من بعدي ابو بكر؟ ما عندهمش اي نص، ما عندهمش اي كلام، ما عندهمش اي حاجه. في حين تجد لدينا قال رسول الله صلى الله عليه واله من كنت مولاه فعلي مولاه، او من كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. علي مني بمنزله هارون من موسى، الا بمنزله هارون من موسى، الا انه لا نبي بعدي. علي خليفتي من بعدي، وعلي وعلي. وذكر رسول الله صلى الله عليه واله ما روي عند الفريقين من المسلمين ومن المخالفين من البكريه. ملأت الكتب في أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر باتباع علي بن أبي طالب. أقضاكم علي، أعلمكم علي. قال علي بن أبي طالب علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف باب من العلم، من كل باب يفتح لي ألف باب. وكان علي بن أبي طالب عليه السلام لا يدخل في مسألة أو مشكلة إلا وحلها، في حين أبو بكر وعمر كانوا يعني بكل صراحة أقولها يعني بهايم، مش فاهمين ولا حاجة، يعني أغبياء جهلة. كل مرة عمر يقول هو يفتي بنفسه ويقول احنا عاوزين نعمل مهر بالسعر ده، تيجي واحدة ست تقول له لا ده غلط، ربنا بيقول حاجة تانية، فيقول كل الناس أفقه من عمر حتى ربات الحجال. كل مرة يقول حاجة غلط والناس يصححوا له، عشان هو راجل غبي يعني جاهل. وتركتم علي بن أبي طالب منبع العلم والفقه الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أقضاكم علي. طيب دلوقتي في رواية تشبثوا فيها كتير قوي جماعة أبو بكر، أنه رسول الله صلى الله عليه وآله نصب أبو بكر حينما أمر أنه مروا أبا بكر فليصلي بالناس. طيب الرواية دي عن مين؟ ممكن نعرف؟ يقول لك عن عائشة. مين عائشة؟ عائشة مين؟ عائشة هي التي كذبت على رسول الله صلى الله عليه وآله في موضوع المغافير. هي عائشة نفسها. عائشة هي نفسها التي كذبت على رسول الله صلى الله عليه وآله في موضوع لحاقها برسول الله صلى الله عليه وآله إلى مقبرة البقيع، وحينما رجعت قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله ما لي أراك حاشية رابية تلهسين، لماذا يا عائشة؟ فقالت لا شيء، تكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله. قال يا إما تقولي يا إما ينبئني العليم الخبير. فقالت أنا اتبعتك في البقيع. فلهدها رسول الله صلى الله عليه وآله لهدة أوجعتها، ادها بالبنية كده في صدرها، في حين رسول الله صلى الله عليه وآله كان رقيقا على المؤمنين. وتروا أنتوا أن رسول الله صلى الله عليه وآله يروى أنه في شخص قال لرسول الله صلى الله عليه وآله أنك في يوم من الأيام ضربتني بطرف الصوت فأوجعتني، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريد أن تقتص أم تريد أن تعفو؟ فقال بل أقتص. فكشف رسول الله صلى الله عليه وآله عن بطني وقال أقتص، فقبل بطن رسول الله صلى الله عليه وآله. وكان يقول بأن يا رسول الله أنك لم تكن عامدا حينما ضربتني حسب ما تروى.
طيب رسول الله صلى الله عليه واله يضرب عائشه كده في صدرها لماذا؟ ما هو الايه موجوده، جاهد المنافقين والكفار واغلظ عليهم. طيب عائشه معروفه بالكذب، وكانت تشك بنبوة رسول الله صلى الله عليه وآله حينما قالت ألست تزعم أنك رسول الله، الرواية معروفة عندكم كمان، كانت أكثر من مرة طبعا كانت بتشكك برواية رسول بنبوة رسول الله صلى الله عليه وآله. المهم تقول الرواية عن عائشة في صحيح البخاري حدثنا عمرو بن حفص حدثنا ابن غياث قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال كنا عند عائشة فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها، قالت لما مرض رسول الله مرضه الذي مات فيه فحضرت الصلاة فأذن فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. إيه ده؟ مروا أبا بكر فليصلي بالناس؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كده يا عائشة؟ طيب إزاي؟ ده تناقض. ما هو رسول الله صلى الله عليه وآله أمر أبا بكر وعمر أن يجهز جيش أسامة، ولو فضل في المدينة ولم يجهز جيش أسامة يبقى ملعون. بتقول الرواية إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله جهزوا جيش أسامة، لعن الله من تخلف عن جيش أسامة. يبقى أبو بكر ملعون. ومروية الرواية دي في طرق شتى وأحاديث شتى من وسائل شتى مستفيضة. مروا أبو بكر فليصلي بالناس في حين رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له أنت لازم تكون في جيش أسامة. تقول لي إزاي؟ لا ده أبو بكر كان رسول الله صلى الله عليه وآله أمره أن يصلي بالناس. ممكن تقول لي المصدر بتاعك؟ يقول لي المصدر بتاعي هو كتاب اسمه إيه؟ منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية. طيب لمين؟ لابن تيمية، لعن الله ابن تيمية. يقول قال الرافضي، يقصد العلامة الحلي في كتابه منهاج الكرامة، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله في مرض موته مرة بعد أخرى مكررا لذلك أنفذوا جيش أسامة، لعن الله المتخلف عن جيش أسامة. وكان الثلاثة معه ومنهم أبو بكر وعمر من ذلك. أبو بكر وعمر كانوا في جيش أسامة، ورسول الله صلى الله عليه وآله قال لعن الله من تخلف عن جيش أسامة. فيقول ابن تيمية الحراني لعنه الله، يقول والجواب أن هذا من الكذب المتفق على أنه كذب. عجيب، كذب ومتفق على أنه كذب يا ابن تيمية، ربنا يلعنك في قبرك. عارفين ابن تيمية ده جراله إيه لما مات؟ ده اللي يقول لا حرام التبرك بالقبور وحرام مش عارف، لما مات تبركوا بالقمل بتاعه. تخيلوا يا أخوانا القمل بتاعه على ما في بالي انه تم بيعه من اجل التبرك فيه، ممكن عملوا شوربه ولا عملوا منه حاجه تانية مش عارف. طيب للتبرك بالقمل بتاع ابن تيميه، بالوساخه بتاعه ابن تيميه، ده دلوقتي تتبركوا بالوساخه بتاعه عائشه. طيب اسمعوا ابن تيميه الوسخ ده بيقول ايه، الذي تبركوا بقمله. يقول ان هذا من الكذب المتفق على انه كذب عند كل من يعرف السيرة، ولم ينقل أحد من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وآله أرسل أبا بكر أو عثمان في جيش أسامة، وإنما روي ذلك في عمر. وكيف يرسل أبا بكر في جيش أسامة؟ يقول ده روي أن عمر الخطاب هو الذي ذهب إلى جيش أسامة. طيب هو عمر الخطاب الملعون ده، جميل أنت دلوقتي إحنا عندنا عليك نقطة في الكلام ده، لماذا لم ينفذ جيش أسامة ورجع وفي رزية يوم الخميس عمل العملة الوسخة بتاعته عمر بن الخطاب؟ راجع نفسك يا ابن تيمية، دلوقتي أنت بتراجع نفسك في نار جهنم وعم تتسرخ كويس دلوقتي في القبر بتاعك، ربنا يلعنك يا ابن تيمية. طيب شوفوا الكذاب ده بيقول إيه، يقول وكيف يرسل أبا بكر في جيش أسامة وقد استخلفه يصلي بالمسلمين مدة مرضه. عجيبة، في طول مدة مرض النبي صلى الله عليه وآله كان أبو بكر هو اللي بيصلي بالمسلمين؟ ممكن المصدر بتاعك يا ابن تيمية،
ممكن المصدر بتاعكم يا أتباع ابن تيمية تقولوا لي يا أستاذ فايز في الكتاب الفلاني في طريق صحيح روي أن أبا بكر في طول مدة مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيصلي بالمسلمين لا يوم ولا يومين. الرواية الوحيدة الموجودة أنه أبو بكر صلى بالمسلمين هي رواية عن عائشة وتقول أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وقف جنب أبو بكر وهو يصلي بأبو بكر وأبو بكر يصلي بالمسلمين، فكان أبو بكر يقتدي برسول الله والناس تقتدي بأبا بكر. عاوزة تعمل فضيلة لأبوها. طيب هم الناس لما شافوا ما كانوش شايفين رسول الله صلى الله عليه وآله وقف جنب أبو بكر ويصلي؟ مش فاهم أنا يعني مش ايه كميه الهبل والدجل والغباوه اللي موجوده في الاحتجاج بتاعكم ده. طيب يقول وكان ابتداء مرضه من يوم الخميس الى الخميس الى يوم الاثنين 12 يوما او 12 يوما ولم يقدم في الصلاه بالمسلمين الا ابا بكر بالنقل المتواتر. نقل متواتر عن عائشة وبس، حتى الذين رووا غير عائشة مثلا عن عائشة كمان لما تشوف المصدر بتاعه يقول لك لا طريقة الأسلوب والرواية تقول عائشة. ولم تكن الصلاة التي صلاها أبو بكر بالمسلمين في مرض النبي صلى الله عليه وآله صلاة ولا صلاتين. عجيبة. ولا صلاة يوم ولا يومين حتى يظن ما تدعيه الرافضة من التلبيس وأن عائشة قدمته بغير أمره بل كان يصلي بهم مدة مرضه، فإن الناس متفقون على أن النبي صلى الله عليه وآله لم يصلي بهم في مرض موته إلا أبو بكر. أنا ممكن أعرف الاتفاق ده منين؟ هي عائشة الوحيدة المتفق على الموضوع ده. يا أتباع ابن تيمية لماذا لا تراجعوا كتبكم بطريقة يعني علمية؟ مش بتقولوا الكلام اللي هبل أي حاجة في بتنجان تقولها كده ويلا ماشي. لا. راجعوا بطريقة علمية. الشخص الوحيد الذي يروي أن أبا بكر قال بأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس هي عائشة. الروايات أحد. طيب يلي تعرفوا في المواضيع الرواية والدراية والرجال والأسامي دي كلها. رواية شخص واحد، هل تأخذوا بهذه الرواية دلوقتي عن عائشة الكذابة التي عرفت هي بتروي عن نفسها أنها كذابة؟ طيب دلوقتي أنا بسأل سؤال، هل بالفعل أبو بكر لم يكن في جيش أسامة وتخلف عن جيش أسامة فهو ملعون؟ نشوف المصادر بتقول إيه. أول مصدر صحيح البخاري كتاب المغازي باب بعث النبي أسامة بن زيد في مرضه الذي توفي فيه. الرواية تقول حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد فطعن الناس في إمارته. تخيلوا صحابه يطعنوا بقرار رسول الله صلى الله عليه وآله، وانت تقول الصحابة العدول اللي ما فيش أحسن منهم، صحابة يطعنوا في إمارة أسامة بن زيد ويطعنوا بقرار رسول الله صلى الله عليه وآله. فقام رسول الله صلى الله عليه وآله فقال إن تطعنوا في إمارتي فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة. سامعين يا اخوانا؟ مسلمين صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم على حاجه هم لا مش عاوزين، يقولوا لا ده صغير واحنا مش عاوزين واحد صغير يكون هو الامير بتاعنا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ايه يا ناس تطعنوا بالراجل ده؟ تطعنوا بقراراتي انا؟ وانتوا كنتوا تطعنوا في السابق بابوه في باماره ابوه زيد ابن حارثه ربيب رسول الله صلى الله عليه واله. طيب هذه الرواية رواها البخاري مقتطعة، رقم الرواية 4198. شوفوا راجعوا معايا عشان تعرفوا يا اخوانك. صحيح البخاري كتاب المغازي باب بعث النبي صلى الله عليه وآله أسامة بن زيد رضي الله عنهما في مرضه الذي توفي فيه.
مسألة باب بعث النبي صلى الله عليه وآله أسامة بن زيد رضي الله عنهما في مرضه الذي توفي فيه، رقم الرواية 4198. سجلوا عندكم أرجوكم. حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن الفضيل ابن سليمان، حدثنا موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه، استعمل النبي صلى الله عليه وآله أسامة فقالوا فيه، قالوا إيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: قد بلغني إنكم قلتم في أسامة وإنه أحب الناس إلي. إذا يا بخاري ممكن تفهمنا إيه الرموز فقالوا فيه؟ قالوا إيه يعني؟ قالوا إيه بالضبط؟ ممكن نعرف يا بخاري لماذا هذا الشطب؟ زي الرواية اللي قريناها قبل يومين في البخاري، فقالوا كذا فنحن نقول كذا، فقال نقول فنحن نقول، فيقول هكذا فيقول فنحن نقول كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي فزورة ولا ايه يا بخاري؟ فزورة دي موجودة كمان. يقول عن أبي استعمل النبي صلى الله عليه وآله أسامة فقالوا فيه، لازم نسجل عندك كمان كده، فقال النبي صلى الله عليه وآله: قد بلغني أنكم قلتم في أسامة وإنه أحب الناس إلي. عشان البخاري مش عاوز يطعن بالصحابة الحلوين الجميلين الأمورين اللي ما فيش أحسن منهم في العالم، الذين اختارهم النبي فردا فردا. أنا صاحب فلان ما صاحبش فلان. النبي صلى الله عليه وآله كان عاوز يجعل المسلمين الجزيرة العربية كلها مسلمة، بغض النظر عن انه يكون منافق ولا، المهم يكون مسلم. وبعدين الهدايه من ربنا، لو عاوز يهتدي ويكون مؤمن وخير الحمد لله، يفضل منافق احنا هنفضل نشتغل عليه لحد ما يؤمن. فالبخاري قطع في هذه الروايات. طيب في فتح الباري في شرح صحيح البخاري بيقول ايه؟ يقول قوله باب بعث النبي صلى الله عليه واله أسامة بن زيد في مرضه الذي توفي فيه، انما اخر المصنف هذه الترجمه لما جاء انه كان تجهيز اسامه يوم السبت قبل موت النبي صلى الله عليه واله بيومين، وكان ابتداء ذلك قبل مرض النبي صلى الله عليه وآله، فندب الناس لغزو الروم في آخر صفر، ودعا أسامة فقال: سر إلى موضع مقتل أبيك فأعطيهم الخيل، فقد وليتك هذا الجيش، وأغر صباحا على أبني على أو ابنا، وحرق عليهم وأسرع المسير تسبق الخبر، فإن ظفرك الله بهم فأقل اللبس فيهم. فبدأ برسول الله صلى الله عليه وآله وجعه في اليوم الثالث، فعقد لأسامة لواء بيده، فأخذه أسامة فدفعه إلى بريدة وعسكر بالجرف، وكان في بالجرف قرب المدينة المنورة، وكان ممن ندب مع أسامة كبار المهاجرين والأنصار. ركزوا معايا، منهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة. أبو عبيدة الثلاثة دول الزبالة الذين ماذا فعلوا؟ فعلوا ما فعلوا في سقيفة بني ساعدة، وسعد وسعيد وقتادة بن نعمان وسلم بن أسلم. فتكلم في ذلك قوم منهم عياش بن أبي ربيعة المخزومي، فرد عليه عمر وأخبر النبي صلى الله عليه وآله، فخطب بما ذكر في هذا الحديث. دلوقتي بسألكم سؤال، هل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري في شرح صحيح البخاري دلوقتي كذاب حينما يروي ويقول أنه لا كان من ضمن جيش أسامة أو بكر عمر، وهم تخلفوا عن جيش أسامة ورجع تقول له بنته عائشة تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس، يلا يلا يلا، تقول لي دي ممكن رواية واحدة وما فيهاش سند. طيب حاضر، من عناية هجيب لك الروايات والأسناد بعد هذا الاتصال. مين معنا؟ محمد سوهاج. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل يا أخي، بس عايزك تتق الله، اتق الله بس شوية. والله العظيم خربت البلد، والله العظيم خربت البلد. ايوه يا فندم خربت البلد والله العظيم. ازاي؟ عملت كتير بين المسلمين ووجعت المسلمين يا محمد. اللي خرب البلد الإرهاب، اللي خرب البلد سوء الإدارة الاقتصادية والسياسية الموجودة في دولكم، اللي خرب بلد أبو بكر وعمر.
ما تقوليش خربتوا البلد خربتوا البلد سيبوا الناس، هسيبك هسيبك بحالك تروح النار، اسيبك بحالك يا محمد، ده هو كلام خربتوا البلد. انا لو سبتكم بحالكم ابقى خربت البلد بتاعكم، اقولها بكل صراحه، انا لو اسيبك بحالك بقى خربت البلد. ليه؟ اقول لك ليه، عشان ده ابو بكر مش بتاع اتباع، مش انسان تتبعه، ده انسان مجرم وعلمكم الجريمه والارهاب وقمع الحريات وكل الوساخة اتعلمتوها من ابو بكر، من يوم السقيفة بني ساعده، من يوم ابو بكر الملعون ده استلم زمام الامور وصار ملكا على المسلمين، من يومها واحنا بلداننا خربانه في خراب في خراب، استئثار بالاموال وسرقه للاموال. ابو بكر الواحد جاهل، انسان جاهل نعمل له ايه؟ الجاهل يروح يتعلم، يكون في رحم الله امرئ عرف قدر نفسه، فليعرف يعرف قدر حجمه يقعد زي الناس المحترمين يقعد ينصب نفسه زعيم للأمة الإسلامية، لا أو يفتي زي ما هو عاوز ويحرق فلان ويقتل فلان وينصب من بعد عمر الخطاب ويقول ده عمر الخطاب هو أحسن واحد فيكم. أبو بكر هو اللي خرب البلد. طيب مين معانا؟ ألو، أبو الحسن من المنوفية، السلام عليكم. ايوه عليكم السلام ورحمه الله. الله يخليك، مين معانا؟ زي حالك يا حاج فايز. الله يخليك. زي حالك يا عمده. الله يخليك، الله يخليك. الكلام اللي بتتكلم عليه على ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وجيش اسامه، وجيش اسامه عايز اسالك سؤال. جيش اسامه هيتحرك امتى؟ ما هو بذكر لك دلوقتي في فتح الباري في شهر ماشي هو لم يتحرك الجيش في زمن رسول الله صلى الله عليه واله. لسه في حاجه بقى، لسه سقطت الحوار، سقطت الحوار، تتكلم معايا بس ثانيه. اتفضل. سقطت الحوار، ان انا اجي اتكلم تسمعني. اتفضل. وانت تيجي تتكلم اسمعك. اتفضل. خلاص؟ نتفق على كده؟ ايوه اتفضل اتفضل. طيب أستاذ سيدنا أسامة إزاي؟ الجيش بتاعه قال أمور أمور أسامة، سيدنا أسامة مش طلع إمتى؟ طلع جيش أسامة طلع إمتى؟ متى؟ طلع جيش أسامة بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان أبو بكر كان خليفة رسول الله. إزاي يطلع خليفة بتاع رسول الله يطلع مع جندي في هو أصلاً هو خليفة رسول الله؟ هو جيش أسامة طلع بعد الرسول ما مات. بعد الرسول ما مات باكثر من شهر. ازاي انت بتقول انت عمال تخبط في كلام، يعني في كلام غير منطقي وغير علمي. انا نفسي تتكلم كلام علمي، انت بتتكلم حلو قوي بس كلام علمي مش موجود. كلام علمي انت عمال تخبط في كلام وتشوه ابو بكر، شوهه ايضا تشوه كلام علمي. انت فاهمين انا نفسي الكلام اللي بتقوله ده؟ الرافضه نفسهم الكتب المجلسي والكافي بقى ما كانوش بالطريقه بتاعتك دي، انت بتخبط وبتدلس على الناس. انا ماليش غير انك اللي بتفشي. انا نفسي يا فايز نفسي اما تتكلم كلام علمي. وبعدين في الاستاذ محمود اللي بيكلمك، الشيخ محمود انا ما اعرفوش اليوم الدوليه دي، وبيتكلم معك كل اللي بيتكلموا بتقاطعه وبتتكلموا كلام مش يعني كلام غير يعني هو بيتكلم كلام علمي على فكره. اما لما اجي واحد فيهم يكلمك تنصرف ليه او تتكلم لانه على هواك. انا كلمني بقى، انا سامعك اهو. سامعني؟ سامعك اقول. طيب. انت قلت لي متى خرج جيش اسامه؟ انا هقول لك امتى. في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله حينما قال جهزوا جيش أسامة واطلعوا دلوقتي لعن الله من تخلف عن جيش أسامة، لم يخرج جيش أسامة، وعاندوا رسول الله صلى الله عليه وآله واعترضوا على تأمير أسامة بن زيد. فهمني ولا لا؟ ومن ضمن الأناس الذين كانوا في هذا الجيش وتخلفوا عن هذا الجيش ومن الذين أندبوا وتم إنفاذهم إلى جيش أسامة أبو بكر وعمر
وعثمان وابو عبيده بن الجراح. نعم. وسيدنا علي بن ابي طالب. لا، علي بن ابي طالب من لم ينفذ الى جيش اسامه حسب قولكم انتم. ليه؟ امر رسول الله صلى الله عليه واله، هل توجد روايه بان رسول الله صلى الله عليه امر بانه يكون علي بن ابي طالب مع جيش اسامه؟ دي نقطه. اسمعني. النقطة ممكن ما تقطعنيش لو سمحت. اتفضل. طيب طيب، دلوقتي الروايات تؤكد على انه ابو بكر كان في جيش اسامه. دلوقتي في افضليه ابو بكر، النقطه دي دلوقتي افتكرتها، لو كان مشى هذا الجيش لكان اميرهم وامامهم في الصلاه هو اسامه بن زيد. يعني هو اسامه بن زيد احسن من ابو بكر وعمر دلوقتي لو حسب مقاييسكم انتم دلوقتي. طيب، بعد استشهاد رسول الله صلى الله عليه واله، ابو بكر بحيله سياسيه منه قال طيب يلا نجهز جيش اسامه عشان الموجودين ما يعملوش بلبله هنا عندي في المدينه، يلا اطلعوا يا جيش اسامه، بعد استشهاد رسول الله صلى الله عليه واله. لماذا لم ينفذ هذا الامر ابو بكر في زمن وجود رسول الله صلى الله عليه واله؟ دلوقتي يعني بعد استشهاد رسول الله صلى الله عليه واله هيجرى ايه؟ لم يخرج. لماذا لم يخرج هذا الجيش؟ يا سيد الجيش لم يخرج. لماذا؟ الجيش ما خرجش. لماذا؟ هو رسول الله موجود حي يرزق. ممكن تقول لي لماذا لم يخرج هذا الجيش؟ هو لم يخرج لان سيدنا رسول الله كان مريض في بابه الاخير. طيب، مع ان رسول الله صلى الله عليه واله امر بتجهيز هذا الجيش والمسير. محدش امر الجيش نفسه. طيب، ما هي الروايه نفسها تقول انه الجيش نفسه اعترض على تامير اسامه. ما هو ذنب ابو بكر في الموضوع يا اخي؟ ما هو كان من ضمن الناس الذين اعترضوا. ما هو كان من الناس الذين اعترضوا على تامير اسامه. ليس هو الذي اعترض. مين؟ من اللي اعترض؟ ما هو كان في الجيش. الصحابه انت وانت تحاري. ما هو كان في الجيش. هو كان فين؟ يا سيدي كان. طيب، لماذا لم ترد روايه تقول ان ابا بكر قد رد على هؤلاء المعترضين وقال له حرام عليكم يا ناس؟ يا سيد الفاضل، انت بتقول لعن الله ما كان خلك عن جيش اسامه. رسول الله صلى الله عليه واله قال كده مش انا. رسول الله صلى الله عليه واله قال كده مش انا. ماشي، هو ابو بكر دلوقتي كان خليفه في رسول الله صلى الله عليه واله. ما كانش خليفه. ما تقولش خليفه عندي هنا. ده خليفة الناس، خليفة إبليس، سميه خليفة أي حاجة، ولكن ليس بخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، سؤال. سيدنا علي بن أبي طالب عليه السلام كان يصلي لوحده ولا كان بيصلي ولا أبو بكر وعمر؟ ما يصليش مع أبو بكر وعمر. كان ما كان بيصلي لوحده؟ لا، يصلي وحده هو وثلة من المؤمنين من الصحابة. طيب، وإيه ربط ده بموضوعنا يا أستاذ أبو حسين؟ إيه ربط ده بموضوعنا؟ أنا دلوقتي بسألك سؤال. يا أبو بكر كان إمام، كان يصلي بالناس. يا عم أقول لك على حاجة. أبو بكر أنا لم أجد رواية واحدة تقول أن أبا بكر صلى يوما بالناس إلا رواية عائشة. أنا لم أجد رواية بصراحة. أقول لك اسمعني يا أستاذ. لو سمحت. أنا لم أجد رواية واحدة أن أبا بكر صلى بالناس. لم أجد هذه الرواية. لو كانت موجودة قل لي لو سمحت. ممكن أكون أنا جاهل بها. اسمعني. في روايات. لو سمحت يا أبو حسين، لو سمحت. في روايات بتؤكد أنه أبو بكر كان يصلي مأموما خلف عمرو بن العاص، وكان يصلي مأموما حول خلف حذيفة مولى. نعم. طيب، كان يصلي وراء عمرو بن العاص في غزوة ذات سلاسل. ثاني يا سيدي. طيب يا سيدي، اسمعني يا أخي. كان يصلي لأن عمرو بن العاص كان أميرا لغزوة ذات سلاسل، وكان يصلي وراء عمر بن الخطاب كما كان معه سيدنا ابو بكر وعمر. كانوا بنود ومع عمرو بن العاص. وحتى عمر بن الخطاب شتم عمرو بن العاص وقال له يا عم يا عمرو بن يا سيدي الفاضل. مالكش دي احنا عارفينها. انا بكلمك على حاجات ثانيه. وسيدنا جعفر الصادق لما قال ولدني ابو بكر مرتين. يا عم اسمعني يا استاذ، دي الروايه موجوده عندكم مش عندنا. اسمعني يا استاذ، اقول لك عندي روايه. اسمعني لو سمحت يا ابو حسين. ايوه. بص، في روايه ثانيه تثبت ان ابو بكر لم يصلي بالناس. تقول الروايه في صحيح البخاري، تقول كان سالم
بهم مولى أبي حذيفة يئم المهاجرين الأولين وأصحاب النبي صلى الله عليه وآله في مسجد قباء، فيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة وزيد وعامر بن ربيعة. ليه؟ عارف ليه؟ عشان كان أعلمهم بالقرآن وأفهمهم وأفقههم، البقية دول جهلة. شوف بص بص يا أستاذ، أيوة ماشي ماشي، أبو بكر كان لا يستحق الإمامة، لا إمام الصلاة لا يستحق. أنا لم أقع، أنا لم أقع على رواية واحدة أن تثبت أن أبو بكر كان يصلي بالناس. اللهم صل على النبي، باختصار دقيقة واحدة معاك عشان عندي في اتصالات كتير أوي. اتفضل. ثاني مولى أبو حذيفة توفى في غزوة اليمن، اللي هو كان سيدنا أبو بكر، كان هو خليفة رسول الله. إيه ده بقى؟ اسمعني. كان خليفة، هو كان الإمام، سيدنا أبو بكر كان هو الخليفة، وبعدين سيدنا علي بايع سيدنا أبو بكر مرتين، وكان يصلي وراء أبو بكر. مين؟ علي بن أبي طالب كان يصلي وراء خلف أبي بكر، وكان يصلي خلف عمر بن الخطاب، وكان يصلي خلف عثمان بن عفان. رضيت أم لم ترضى؟ هو كان حضر أئمته، كانوا أئمة سيدنا علي. وكلهم اخيار يا اخي، ليه بتفرق بين الصحابه وبعضيهم يا فايز؟ وبعدين تلك امته قد خالت لها ما كسبت عليه ما اكتسبت، ويسالون عما كانوا يعملون. عليكم انفسكم لا تراكم من ضر اذا تبيتم. يا استاذ يا رافضه افتخر نفسي نفسي قولها مره ثانيه وثالثه، يا رافضه يا رافضه يا رافضه، انا بفتخر اكون رافضي. يا رب احشرني مع الرافضه يا رب، يا رب من بقك لباب السماء يا ابو حسين، من بقك لباب السماء. أتمنى أن أحشر رافضيا، ده فخر، ليست بشتيمة، ده فخر ليا أني رفضت جبت الطاغوت أبو بكر وعمر لعنهم الله. تقول لي علي بن أبي طالب صلى خلف أبو بكر وعمر وعثمان؟ لا ما صلاش، لم يصلي، بل كان يحسبهم كسوار المسجد، أي عمود موجود في المسجد، ولم يصلي خلفهم. ده مش موضوعنا يا أستاذ، موضوعنا هل أبو بكر وعمر كانوا في جيش أسامة أم لا؟ طيب لو كانوا في جيش أسامة لماذا تخلفوا عن جيش أسامة؟ طيب لو كانوا تخلفوا عن جيش أسامة هل يبقوا ملعونين؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن اللي تخلف عن جيش أسامة. تقول لي لا ما فيش رواية تثبت هذا. دلوقتي أنا قريت لكم رواية من فتح الباري في شرح صحيح البخاري يقول أنه في جيش أسامة كان أبو بكر وعمر وأبو عبيدة. طيب هل عندك رواية تانية يا أستاذ فايز؟ أوه عندي روايات كتيرة قوي. اسمع أجيب لكم إيه وإيه. نبدأ ب ما نبتدي بالشيباني. عفوا، في مسند ابن أبي شيبة الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، الرواية سجل عندك يا أستاذ أنت. هو حدثنا عبد الرحمن بن سليم عن هشام بن عروة عن أبيه. بص السند ده كلهم ثقات عندكم. حدثنا عبد الرحمن بن سليم عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان قطع بعثا قبل موته وأمر عليهم أسامة بن زيد، وفي ذلك البعث أبو بكر وعمر. قال فكان أناس من الناس طعنوا في ذلك لتأمير رسول الله صلى الله عليه وآله أسامة عليهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله فخطب الناس فقال إن أناسا منكم قد طعنوا علي في تأمير أسامة، وإنما طعنوا في تأمير أسامة كما طعنوا في تأمير أبي صحابة، كل مرة يطعنوا برسول الله صلى الله عليه وآله وقراراته. تخيلوا أخواننا، وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن ابنه لأحب الناس إلي من بعده، وأني لأرجو أن يكون من صالحيكم فاستوصوا به خيرا. في مسند ابن أبي شيبة الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار كتاب الفضائل ما جاء في أسامة وأبيه الجزء السادس. راجعوا يا أخواننا، راجعوا أرجوكم، راجعوا المصادر وشوفوا رقم الرواية 32305، أكرر 32305، دي رواية. طيب في الطبقات الكبرى لابن سعد في تتمة السيرة النبوية
الشريفة القول في وفاة النبي صلى الله عليه وآله، سرية أسامة بن زيد بن حارثة الجزء الثاني. هو يقول مطولة، احنا عاوزين الاختصار. سرية أسامة بن زيد بن حارثة ثم سرية أسامة إلى أن يقول فلم يبقى طيب هو بيقول يقول فخرج بلوائه معقودا فدفعه إلى بريدة ابن الحصيب الأسلمي وعسكر بالجرف أو بالجرف، فلم يبقى أحد من وجوه المهاجرين الأولين والأنصار إلا انتدب في تلك الغزوة، فيهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة الجراح. ثلاثة دول ولاد الكلب الملعونين سابوا جيش أسامة ولم يطيعوا رسول الله صلى الله عليه وآله، وطعنوا بإمارة رسول الله صلى الله عليه وآله، وعملوا إيه؟ راحوا إلى سقيفة بني ساعدة عاوزين ينصبوا خليفة. مين معنا؟ موسى من الأقصر، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. يا أخي أنت شغال تغلط في الصحابة. أبو بكر يا موسى يا موسى موسى لا اسمعني يا موسى يا موسى لو سمحت لو سمحت يا موسى لو سمحت ثواني بص سيبك أنا بغلط بالصحابة ليه؟ أنا دلوقتي بسألك سؤال. رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعن الله من تخلف عن جيش أسامة، وأبو بكر وعمر وعثمان وأبو عبيدة الجراح تخلفوا عن جيش أسامة، هل يبقوا ملعونين ولا لا برأيك؟ في آية في القرآن حزهما ثاني اثنين في الغار ورجعنا قال لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، ما قالش معي رسول الله، قال معنا. المعنى معنا الاثنين، معنا إن الله، قال رسول الله إن الله معي. الثانية عثمان بن عفان من المنافقين، رسول الله أجبني أجبني على هذا السؤال. حاضر. أثر أم العلم وأم الدين وأردت أن يسير فيها التشيع فأبت مصر لأنها بلد ممكن العلم. ممكن تسمعني يا موسى؟ ممكن تسمعني يا موسى؟ ممكن تسمعني يا موسى؟ دعني أناقشك. طيب أنت بتناقشني، أنت تناقشني، أنت دلوقتي تتكلم لوحدك، أنا لو عاوز تتناقش تتكلم معايا أنا وياك سوا يا موسى. اسمعني يا موسى، أنا عايز أدافع. أنت بتدافع عن الناس اللي بتحبهم وأنا بدافع عن الناس اللي بتحبهم. إحنا تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله. طيب أتبعنا من راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. حاضر، من عناية من عناية. أنتم على قنواتكم توصلوا الإمام علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه لدرجة الألوهية. لا ما حدش وصل الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام لدرجة الألوهية. ما تفتريش علينا، ما تفتريش علينا، ما تفتريش. تفضل. صلاة الاستغاثة بفاطمة أتصلي هيقرا ايه؟ ما هو عبد الله بن عمر ألم يستغيث برسول الله صلى الله عليه واله؟ مش عندكم رواية بتقول ان عمر بن الخطاب كان يصلي الاستسقاء فجاء الغمام يقول لبيك عمر لبيك عمر، احد مشايخكم بيقول الكلام ده؟ سيدنا رسول الله في غزوة بدر ندعاه. والصلاة لله يا أستاذ، الصلاة مش 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 لفاطمة الزهراء عليها السلام. وإذ تستغيثون ربكم، وإذ تستغيثون ربكم، أم قال وتستغيثون الأولياء، أم قال تستغيثون أبناء النبوة؟ يا أستاذ لو وقعت أنت في الترعة دلوقتي يا موسى، يا موسى لو وقعت دلوقتي في الترعة مش تقول لي أي فرد من صحابك تقول لي يا عم ساعدني أغثني ما تلحقني، ها؟ ولا تفضل طامس في الطينة يا موسى. يا موسى عندك أنا بكلمك عن موضوع، أنت بتكلمني بتشرق وتغرب وتروح منا يمين وشمال، أنا بكلمك موضوع واحد. ثواني ثواني يا موسى يا موسى يا موسى لو سمحت يا موسى يا موسى اسمعني يا موسى يا عم موسى لو سمحت لو سمحت ثواني. أنت بتقول لي إنه ده ربنا كان مع أبو بكر وعمر، مع عفوا مع أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع القرآن بيقول إيه. يقول الله عز وجل في محكم كتابه ألم ترى
ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاث إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. يعني كفار مسلمين مشركين ملحدين ربنا معاهم، صحيح ولا غلط؟ ولا عاوز تلعب على القرآن؟ اسمع الحاجة التانية، اسمعني. طيب دلوقتي انت بتقول انه ابو بكر ده فضيلة انه كان مع رسول الله صلى الله عليه واله، واصطحب رسول الله صلى الله عليه واله في هجرته من مكة المكرمة الى المدينة المنورة. دلوقتي من هو الافضل في ذلك الوقت؟ هل علي بن ابي طالب الذي فدى نفسه لرسول الله صلى الله عليه واله وبات على فراشه ولو دخل عليه هؤلاء المشركون لقطعوه اربا اربا وقال أنا أفتدي نفسي لرسول الله صلى الله عليه وآله، ولا الرجل الذي كان خائفا مع رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى أنه قال لو في أثناء وجود هؤلاء المشركين الكفار لو نظر أحدهم إلى رجليه لرآنا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله أسكت أسكت ما تخرس يا أبو بكر، تعاوز تقفش ربنا يلعنك. اسمع 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 اسمع، أنا أثبت لك من 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 القرآن إنه أبو بكر بالآيات دي لا يثبت إيمانه. اسمع الآيات بتقول إيه. ثواني لو سمحت لو سمحت لو سمحت يا موسى لو سمحت يا موسى لو سمحت اسمع. يقول ربنا عز وجل في محكم كتابه إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه. على مين نزلت السكينة؟ صوتك مش واضح. على مين نزلت السكينة يا موسى؟ الصوت كان مش واضح. ايه اللي خليه يخرج؟ ايه اللي خليه يخرج؟ يا موسى يا موسى يا موسى، انا دلوقتي بسألك جاوبني على سؤالي وبس يا موسى ارجوك لو سمحت. طب رسول الله كان يخاف من ابي جهل؟ يا موسى يا موسى لو سمحت يا موسى يا موسى يا موسى يا موسى يا عم موسى يا استاذ موسى اسمعني. سيبني انا سبتك تقول. أنا يا أستاذ موسى أنا عاوز أسألك وتجاوبني يا موسى. اديني مجال اديني يا موسى يا موسى هديك المجال كله، جاوب على سؤالي وأنا هكون معاك. اديني مجال يا موسى لو سمحت يا موسى يا أستاذ موسى لو سمحت أرجوك اسمعني. صلى على النبي الأول، صلى على النبي الصلاة والسلام على محمد وآل محمد. طيب اسمع، يقول ربنا بيقول فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. السكينة نزلت على مين؟ موسى صوتك مش واضح يا موسى. أشكرك على اتصالك يا موسى أشكرك. بص يا موسى، تقول آيات فأنزل الله سكينته عليه، تقول لي على أبو بكر، أقول لك غلط، عشان القرآن بيقول إيه؟ وأيده بجنود لم تروها. أيد أبو بكر بجنود لم تروه ولا أيد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ أيد رسول الله صلى الله عليه وآله، والسكينة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله. طيب ما هو أبو بكر كان جنب رسول الله صلى الله عليه وآله، لماذا لا تنزل السكينة؟ يقول ربنا بيقول إيه؟ هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً. يعني غير المؤمن ما تنزلش عليه سكينة. طيب يقول الله عز وجل في محكم كتابه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. على مين؟ على المؤمنين، وأثابهم فتحا قريبا. طيب لما تنزل السكينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم تنزل عليه لوحده بس؟ لا، كل مرة كان تنزل عليه وعلى المؤمنين. المرة الوحيدة اللي ما نزلتش السكينة على اللي جنبه لما كان في الغار، ليه؟ مش عارفين، ممكن تقولوا لي؟ اسمعوا، يقول ربنا في محكم كتابه ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. أنزل الله السكينة على النبي صلى الله عليه وآله وعلى المؤمنين. يقول الله عز وجل في محكم كتابه إذ جعل كلمة الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. يا سبحان الله، كل مرة تنزل على النبي وعلى المؤمنين، المرة الوحيدة لما نزلت على النبي صلى الله عليه وآله ما نزلتش على اللي جنبه، ليه؟ ليه يعني؟ يعني ليه؟ في حاجة غلط، يعني هو مش مؤمن. خلاص شوف القرآن وفسر بالقرآن. طيب
دلوقتي نرجع لموضوعنا ألا وهو موضوع وجود أبو بكر في جيش أسامة وتخلفي عن هذا الجيش. بصوا يا إخوانا، ابن سعد بيروي كده، وابن أبي شيبة يروي كده. ابن أبي شيبة يروي هذا الموضوع أكثر من مرة، ويروي بوجود عمر بن الخطاب مثلا الطبري في تاريخ الطبري في سنة 11 حوادث السنة 11 بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، ذكر أمر أبي بكر في أول خلافته. يقول قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله، الجزء الثالث، اختلاف الصفحات في طبعات مختلفة، بس أنا أروي لكم بالجزء، ممكن تدوروا في النت حاجة بسيطة جدا يعني. عن الحسن عن أبي الحسن البصري قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله قبل وفاته بعثا على أهل المدينة ومن حولهم وفيهم عمر بن الخطاب، وأمر عليهم أسامة بن زيد. طيب دلوقتي أنا ده كمان، أنتوا دلوقتي تفضلوا أبو بكر وعمر على سائر المسلمين ليه؟ عشان أبو بكر صلى بالمسلمين. ده دلوقتي أبو زيد لو سار بالمسلمين وكان فيهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة وعثمان بن عفان لصلى بهم زي ما عمل عمرو بن العاص، وأجبر هؤلاء الذين المدد الذين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أجبرهم أن تصلوا ورايا أنا، وبس أنا الزعيم بتاع الجيش ده الذي أرسل رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنا صاحب الكلمة في 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 الجيش ده. طيب فكان يصلي بهم، كان يصلي بهذا الجيش الذي يعني أرسله رسول الله صلى الله عليه وآله. دلوقتي يعني هل عمرو بن العاص أفضل من أبو بكر؟ دلوقتي زيد بن حارسة، عفوا أسامة بن زيد، يعني حسب قياساتكم العبقرية تقولوا أنه لا ده هو كان بيصلي بالمؤمره، قال رسول الله صلى الله عليه وآله يعني جهزوا جيش أسامة لعن الله من تخلف عن جيش أسامة، هو الذي أمره على هؤلاء المسلمين واللي فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وأبو عبيدة، دلوقتي ده بيصلي فيهم جماعة، يعني دلوقتي ده أسامة بن زيد بأمر من رسول الله صلى الله عليه وآله، والناس كلها عارفة، ورسول الله صلى الله عليه وآله لم ينحي هذا الرجل ويقول لا أنا بصلي مكانه زي ما عمل مع أبو بكر. فدلوقتي أسامة بن زيد حسب مقاييسكم يستحق الخلافة أكثر من أبو بكر بن أبي قحافة. الذهبي كمان يروي يقول في تاريخ الإسلام وفيات المشاهير والأعلام في أحداث سنة 11 سرية أسامة الجزء الثاني، رجعوا يا إخواننا. يقول وعسكر يعني أسامة بن زيد وعسكر بالجرف، فلم يبقى أحد من المهاجرين والأنصار إلا انتدب في تلك الغزوة، فيهم أبو بكر وعمر، مهاجرين الأنصار، قال رسول الله صلى الله عليه وآله جهزوا جيش أسامة لعن الله من تخلف عن جيش أسامة، والمهاجرين والأنصار لم يتخلفوا عن جيش أسامة وحسب، لا طعنوا بقرار رسول الله صلى الله عليه وآله وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله. والآيات الموجودة في القرآن تنهى المسلمين عن عصيان أمر رسول الله صلى الله عليه وآله، وهم أي كل واحد يقول اللي هو الحاجة تعجبه ويعمل حاجة تعجبه ويؤمر وينهى ويعصي، واللي إزاي يعصوا رسول الله صلى الله عليه وآله ويقوموا ينصبوا شخص خليفة على المسلمين من غير أمر رسول الله صلى الله عليه وآله، أو ده شوفوا كل يوم هم يعصوا رسول الله صلى الله عليه وآله، يوم يقول لهم جهزوا جيش أسامة لعن الله من تخلف عن جيش أسامة، يروح أبو بكر فين؟ في السنح عند مراته عاوز يشوفها، وعمر الخطاب يجي عنده في البيت يقول رسول الله صلى الله عليه وآله هاتوا لي ورقة وقلم عشان أكتب لكم كتابا لن تضل بعده الأمة أبدا، يقول لك لا مش عاوزين حسبونا كتاب الله إن الرجل لا يهجر، استفهموها أهجر، ومعنى هجر يعني إيه؟ مش زي أحد الوهابية البهايم قال إيه هجر يعني استفهموا أهاجر، طيب لو استفهموا فأهاجر يعني طيب يا رسول الله انت لسه طيب انا عايش دلوقتي بس طيب يعني حاجه هبال، واستغفر الله واعوذ بالله حاجه هبل يعني، ما هو دلوقتي بيكلمكم استفهموا اهاجر ميت ولا حي يعني مش فاهمين حاجه هبال يعني هاجر يعني ايه
يعني الهذيان والفحش في القول. وعمر الخطاب قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة اللي وسخة زيه وزي أصله. تقول لي ازاي زي اصل عمر الخطاب؟ اصل عمر ما هو ازاي كان ازاي؟ اقول لك كان ازاي اصل عمر الخطاب. كانت واحده زانيه اسمها سهاك ام عمر، زنى بها فرد اسمه نفيل، فاتت بولد ورمته في احدى المزابل، فاتته امراه يهوديه جنازه وحملته وربته وتقول له جيب الحطب يا ابن الزبالة، فهو يروح يجيب الحطب فسمي الخطاب فيما بعد. مش عارف عشان يهود مش قادرين يقولوا حرف الحاء فيقولوا خاء، مش ممكن كده. المهم سمي الخطاب، كبر الخطاب، فكانت أمه دي سهاق كل مرة تروح تشوف تبصبصه كده من بعيد، فشافها فهو لساته مراهق كده، فوقع على أمه. اختصبها ولا ما اختصبهاش دلوقتي؟ ممكن مش عارفين دلوقتي. فحملت الصهاك دي من عمر من الخطاب، فأتت بطفلة بنت فرمتها على زبالة. سبحان الله، ناس تتولد في الكعبة وناس تتولد في الزبالة، يا سبحان الله، شوف يا محاسن الصدف. طيب الزبالة دول مين؟ المهم شاف البنت دي واحد اسمه المغيرة، ممكن مغيرة مش فاكر دلوقتي، فربها عنده سماها حنتمة كبرت. فالزبالة دي شاف الزبالة دي قال له ممكن تجوز الزبالة للزبالة ونخلف ريسايكل كده؟ فقال له اه تفضلوا. فتجوزوا فيما بينهم وانتجوا التحفة عمر الخطاب، تحفة المزابل. يعني لو كان موجود دلوقتي كان يشتغل في الريسايكل ولا ايه؟ مش فاهمين. طيب عمر الخطاب ده اللي بعدين عملته منه لو كان نبيا بعدي لكان عمر. هما بيقولوا لا بتعظموا علي بن ابي طالب، وصلتوا لمرحله انه تقولوا انه الشيعة بيقولوا ايه؟ يقولوا انه جبرائيل اخطا في ارسال الرساله فاوصلها الى علي بن ابي طالب ولم يوصلها الى محمد. ما انت بتقولوا انه لا انه الرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو كان نبيا بعدي لكان عمر، وكلما تاخر عن الوحي لكان عمر. الله يلعن عمر الخطاب. مين معنا؟ الشيخ محمود احمد زيدان. ايوه اولا فضل. بعد الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في المقدمه انا عايز اقول ان انا بتصل كل اسبوع وبيمنعوني في الكنترول، بيقولوا لا انت عليك شغل غير اتصال واحد في الوقت اللي انا لما بتصل فيه، بتمنعوني من رد الشبهات، وانا بفضل الله بسجل وراك كل كلمه وعندي ردها. فلو يا استاذ محمود بص، انت كل مره بتلقي شبهات بتدور كده من كتب الوهابية، ما تدورش من كتب الشيعة. بص ولما طيب تستقطف القرآن كمان اسمعني لو سمحت. لا أنا لم أقول لك أنه عندك شبهات ليس عليها رد. الكتب الوهابية رد. اسمعني يا محمود لو سمحت. بص يا محمود، أنت لما تقتطف شبهة وتجيبها ليا اقرأ الكتاب، بص الصفحه كلها واقراها، ما تجيبليش طيب اي حاجه. أنا عندي لو سمحت عندي لو سمحت شايفي. لو سمحت يا محمود لو سمحت ممكن. يا محمود لو سمحت يا محمود طيب. اسمعني، الشبهات دي بتاعتك يا محمود، لما تجيبها ما تقطعش زي المره اللي فاتت اقتطعتها من القران. بص انت قلت لا علي بن ابي طالب في النار، يبقى وكمان حكمت على هارون انه في النار. طيب بص كمان دي بص بتدليس منك، ما تدلسش في عقيده يا محمود يا محمود، مش عاوز اتهجم عليك مش عاوز اتهجم عليك يا محمود يا محمود يا محمود اسمعني يا محمود اسمعني، مش عاوز عيب تدلس، عيب وحرام عليك. الكاذب عند الله حرام. الشيعة اعتقدوا ان علي بن ابي طالب في النار. اسمعني بتدلس، مره بتقولوا انه
الشيعي قال له علي بن ابي طالب، مره بتقولوا لا الشيعي يقولوا علي بن ابي طالب في النار عليه السلام، ازاي تقول الكلام ده؟ انت بتدلس على نفسك وتضحك على نفسك وتضحك على مين؟ ما انت بتقول انا شيخ من شيوخ الازهر، الى هذه الحضاضه وصلتم يا شيوخ الازهر؟ ده انت تلميذ، عيب يا عم يا عم، عقلك غير شويه بالفكر بتاعك. انت ازاي بتقول انه اسمعني يا محمود، انت ازاي بتقول انه عقيده الشيعة انه علي بن ابي طالب في النار؟ ازاي استنتجت هذا؟ هل عندك يا محمود، اسمعني يا محمود، هل عندك دليل من كتب الشيعة يقول الشيعة ان علي بن ابي طالب في النار؟ عندك؟ تفضل. ما عندكش تقول لا ما عنديش اي دليل وتخرس خالص، يعني ولو سمعت تخرس خالص. طيب هاتي نفسك كده، انا عارف انك مرعوب من الكلام لكن اصبر. مرعوب من يا محمود؟ كلامك وسخ، ما يتلبسش عليه توب. تقول الشيعة يقولوا ان علي بن ابي طالب في النار؟ سيدك الخوي. اسمعني بص اسمع، ما تقولش يقول الخوئي ويقول. دلوقتي انا كلمتك كلام من اول حلقه وانت تسمعني. اسمع يا محمود، اسمعني. لا 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 لا، مش خايف. لا طيب خلي الناس، انا بجيب لك من كتب. خلي الناس تسمع. يا محمود اسمعني، خلي الناس تسمع. لا تكلمني موضوع الحلقه. اسمع يا محمود، يا محمود اسمع كلمني موضوع الحلقه. اسمع يا محمود، اكلمك في موضوع الحلقه. ابو بكر وعمر وابو عبيده كانوا في جيش اسامه، لماذا تخلفوا عن جيش اسامه فكانوا ملعونين؟ تفضل. جميل. هل عندك دليل او روايه مسنده تقول بان النبي صلى الله عليه وسلم لعن من تخلف عن جيش اسامه؟ هات الروايه. ما هو موجود في البخاري. كذاب انت. طيب. كذاب. قال رسول الله صلى الله عليه واله: جهزوا جيش أسامة، لعن الله من تخلف عن جيش أسامة. دي رواية متواترة. اسمع. وقال رسول البخاري. اسمع. لا ما قلتش. اسمعني. من تخلف عن جيش أسامة. لا أنا لم أقل إنه في البخاري موجودة هذه الرواية، لازم أراجع. بس اسمع. سبحان الله. اسمع يا أستاذ، اسمع. الناس تسمع. اسمع. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد، فطعن الناس في إمارته، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل. وكان من ضمن هذا الجيش أبو بكر وعمر. تفضل. جميل. أين في الرواية لعن من تخلف عن جيش أسامة؟ هات اللفظ اللي دل على كده. تكذب على البخاري قدام الناس؟ لا ما كذبش على البخاري. قلت لك الكذب في دينك حلال. لا ما كذبش. والله الكذب في دينك حلال. الخوئي بيقول في صراط النجاة أن الكذب يجوز على المخالفين، ولذلك أنت تكذب. وأنا بكذب عليكم؟ فين؟ هات الرواية التي تقول لعن الله من تخلف عن جيش أسامة. يلا يا كذاب. أنت بتتبع الجوهري اللي ذكرها في كتاب السقيفة، الجوهري الرافضي. ما فيش حد عندنا رواية بتقول جوهري مين؟ يلا هات الرواية. طيب هو ألم يتخلف أبو بكر وعمر عن جيش أسامة ولم يطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كفاية بقى. طيب أعطني رواية تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من تخلف عن جيش أسامة. طيب افرض جدلا، أنا بص اسمعني، افرض جدلا اسمعني يا محمود الله امامك يا محمود، اسمعني يا محمود. الروايه دي هجيبها لك ان شاء الله، بس اسمعني. انا قلت لك الحلقه كلها مبنيه على الروايه. اسمعني يا محمود، انا قلت لك تخلفوا عن جيش أسامة ولم يطيعوا رسول الله صلى الله عليه واله، لماذا؟ مش ملعونين الذين لم يطيعوا رسول الله صلى الله عليه واله؟ تفضل. إذا فلا تكرر مرة أخرى لعن من تخلف عن جيش أسامة، لأنه كذب ولا يوجد إلا في كتاب السقيفة. اسمعني، ولا يوجد إلا في كتاب السقيفة للجهري، وهو كتاب ضعيف ضعفه الخوئي وقال إنه الجهري نفسه ضعيف. لو عايز المصدر أعطيك المصدر، في معجم رجال الحديث للخوئي 2/142. خلاص، يبقى الرواية نفسها عندك أنت ضعيفة وعندنا غير موجودة يا كذاب. هذه واحدة. التي بعدها، أنت تقول طبعا حد كان بيكلمك وبتقول له أنا أتمنى أن أحشر رافضيا، فلماذا قال الفضل بن شاذان في كتاب الإضاءة؟ سيبك من الكلام ده، سيبك طيب. مش أبو بكر دلوقتي وعمر تخلفوا عن جيش أسامة ولم يجهزوا، وكانوا من ضمن الناس الذين كانوا في جيش أسامة. جميل. طيب الجواب، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية:
ومن قال إن أبا بكر كان فيهم فقد غلط، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد طيب به طيب المرض. الروايات المتواترة الثانية اسمعني مش أنا بتكلم، أنا بجاوبك خلاص. الذين قالوا بأن أبا بكر كان في جيش أسامة اعتمدوا على رواية الواقدي وهو متروك، وانتوا كل كلامكم من الواقدي. بس 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 طيب. بس اسمعني 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 لو سمحت لو سمحت في رواية أخرى غير الواقدي عن عبد الرحمن بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قطع بعثا قبل موته وأمر عليهم أسامة بن زيد، وفي ذلك البعث أبو بكر وعمر وليست عن واقدي. تفضل. وفي ذلك البعث أبو بكر وعمر. اسمع في الكتاب المصنف مصنف ابن أبي شيبة كتاب المغازي. تفضل. جميل. يقول إن أبا بكر وعمر كان في الجيش. حتى ولو سلمنا أن أبا بكر وعمر كان في الجيش فالجيش لا ثواني 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 لا ثواني لو سمحت لو سمحت لا ثواني 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 دلوقتي الرواية اللي قلتها عن الطبري دلوقتي يعني مكذوبة؟ الروايات التي ذكرت ابن كثير يقول هذا ابن كثير ابن كثير قلت نعم يعني مكذوبة. يعني مكذوبة. طيب دلوقتي مكذوبة دلوقتي انا جبت لك سند في روايه دلوقتي اي نعم. اي روايه تعتمد الروايه بتاعتي ولا الروايه بتاعتك؟ قلت لك ضعفها الحافظ ابن كثير. يا عمي انا جبت لك ليست عن الواقدي ليست عن الواقدي عن عبد الرحمن بن سليمان عن هاشم بن عروة عن أبيه. ابن كثير يقول أنه ليس هناك رواية يا أستاذ يا أستاذ يا أستاذ كانوا يا أستاذ أنت قلت لي إيه قلت لي إيه قلت لي دي الرواية عن الواقدي مش كده؟ طيب خلاص أنا أجبتك قلت لك ابن كثير ضعف الروايات التانية. طيب أنا ما عنديش رواية عن الواقدي عندي رواية تانية عن مصدر آخر. طيب خلاص أنا سلمت لك جدلا أن أبا بكر وعمر كان في الجيش. طيب دلوقتي دلوقتي يعني أبو بكر وعمر كانوا في جيش أسامة. حبيبي اسمعني. طيب أنا متصل علشان أتكلم وأرد على شبهاتك. تفضل. خلاص ممكن تسمع. ليس من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر كل فرد بعينه أن يخرج في جيش ما، وإنما كان كل واحد ينتدب نفسه. ممكن المصدر بتاع الكلام بتاعك ولا زي كل مرة نعم. كلام هوائي ممكن؟ نعم. ما هو الرواية بتقول إيه؟ لا ثواني ثواني هذه كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم. هل النبي صلى الله عليه وسلم أمر طيب اسمع 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 أن يذهب في ابن سعد في الطبقات الكبرى يقول فلم يبقى أحد من وجوه المهاجرين الأولين والأنصار إلا انتدب في تلك الغزوة فيهم أبو بكر الصديق وعمر الخطاب. تفضل. الله أحسنت رائع. إذا علي بن أبي طالب طبقا لهذه الرواية تخلف عن جيش أسامة فما قولك؟ لأنه طيب. من المهاجرين الأولين. طيب جميل علي بن أبي طالب هل لديك أن أمر أن علي بن أبي طالب كان موجود في هذه الغزوة فيهم أو علي بن أبي طالب أو بكر وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب؟ لماذا؟ الرواية التي قرأتها أنت الآن تقول لم يبقى أحد من المهاجرين الأولين إلا انتدب فيها. علي من المهاجرين الأولين أم لا؟ طيب هناك استثناء زي أنت قلت قبل شوية أنت قلت قبل شوية في استثناء. طيب ما هو يكون علي بن ابي طالب مستثنى. طيب انت لا ثواني 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 انت قلت قبل شويه انه رسول الله صلى الله عليه واله كان لا يخرج كل اهل المدينه من المدينه في الغزوات بتاعته مش كده؟ او دلوقتي علي بن ابي طالب من الذين كانوا مستثنين. طيب دلوقتي الروايات اللي عندكم بتقول ابو بكر وعمر وابو عبيده كانوا موجودين في جيش اسامه. انا اسالك ما دليلك ان عليا كان مستثنى؟ طيب وما دليلك ان علي لم يكن مستثنى؟ جميل. وما دليلك ان ابا بكر وعمر لم يكونوا من الذين استثنوا بعد ان انتدبوا؟ طيب ما هي الروايه دلوقتي تقول انه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انتدب. نعم. هذا دلوقتي وانت ايه دليلك دلوقتي يعني بتشكك بكل حاجه؟ طيب انا بقول لك انتدبوا ثم وأما كان رسول الله صلى الله عليه واله يستخلف علي بن ابي طالب حينما يخرج لغزواته؟ طيب خلاصه المساله أن أسامة بن زيد لم يتحرك من المدينة إلى أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسبب ممكن تقول لي السبب؟ السبب انتظارا لما يقضي الله في رسول الله طيب صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بالخروج. الدليل. طيب ما هو الروايات دلوقتي بتقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بالخروج ولم يخرجوا. طيب ممكن أتكلم طيب؟ تفضل.
في رواية الطبري أن أسامة بن زيد، الرواية في الجزء الثالث 226، أن أسامة بن زيد وقف بالناس يعني بالجرف ثم قال لعمر ارجع إلى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنه أن يأذن لي أن أرجع بالناس فإن معي وجوه الناس. يعني معنى الكلام أنه أسامة بن زيد استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ممكن مصدر الرواية بتاعتك؟ في الطبري أنا قرأت لك المصدر كامل، السند لو سمحت. حضرتك ممكن تراجع المصدر وتشوف السند بنفسك. تمام، ممكن إذن انت هي الروايه مش قدامك انت دلوقتي تقراها قدامك؟ اسامه بن زيد. لا 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 يا محمود، الروايه مش قدامك؟ ايوه الروايه قدامي. طيب ممكن تقرا السند بتاعها؟ هتعمل ايه بالسند؟ لا انت فاهم سند اساسا يا استاذ؟ طيب انت كل مره بقول لك حاجه اقول كل مره بكلمك يا محمود انت تقول لي هات السند، انا مره واحده بقول لك هات السند. راجع السند بنفسك يا استاذ محمود. يا استاذ محمود لا 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 تتهرب ارجوك، هات السند بتاع الكلام بتاعك. انا لا اتهرب. طيب ممكن السند لو سمحت؟ انا لا اتهرب. ممكن السند لو سمحت؟ نعم. سند ايه؟ السند قدامك يا استاذ في الطبري، راجع السند بنفسك وتتكلم. ممكن تقول لي السند لو سمحت انت؟ طيب. انا عاوز السند يا محمود. مش هسيبك يا محمود، اسمعني مش هسيبك، هات السند. نعم. سند ايه؟ سند الفسيخ تشتريه منين يا محمود؟ انت بتفهم عليا ولا لا؟ قلت لك ابحث بنفسك يا محمود. انا كل مره لا 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 كل مره انت بتقول لي هات السند وانا اتشجع واقرا السند قدامك. دلوقتي انا عاوز سند الكلام بتاعك لو سمحت. ما عندكش سند قول لي ما عنديش سند. خلاص لا عندي ممكن سنة. لو سمحت ما تقوليش راجع انت، انا اقول لك لما تطلب مني حاجه انا اقول لك راجع انا، زي ما قلت زي انت جبت لعن الله من تخلف عن جيش اسامه، انا قلت لك هراجع وهجيب لك السند ان شاء الله. طيب ممكن السند ولا قول لي انا راجع واجيب لك السند؟ طيب انا في خلال مكالمتي ساعطيك السند باذن الله. خلاص يعني هتجيب السند؟ لو ما جبتش السند يبقى انت متخلف عن جيش اسامه. طيب دلوقتي ما ترددش روايه لعن اسامه زي ما اتفقنا، خلاص لحد ما تشوف مصدرها منين، وحتى عندكم انتم هي غير صحيحه. خلاص ايه هي غير صحيحه؟ ايه عند في دين الرافضه لم يلعن النبي صلى الله عليه وسلم من تخلف عن جيش اسامه. انت جبت الكلام ده منين مصدرك يعني؟ المصدر في معجم رجال الحديث للخوئي 2/142. الخوئي يقول إن الجهري الذي ألف كتاب السقيفة وذكر في هذه الرواية لم تثبت وثاقته. ده الخوئي عندك. خلاص الجهري ولا الجوهري؟ أنت مش لا لا اسمه إيه؟ الجهري ولا الجوهري؟ والله انت بتضحكني. لا 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 اسمه ايه؟ لا ثواني مره ثانيه، اسمه الكتاب ايه مره ثانيه؟ كتاب السقيفه يا استاذ. السقيفه اللي هو اصل السقيفه وفدك. ها السقيفه وفدك مش نعم. مش نعم. الجوهري الجوهري تتلفظ الاسم الصحيح لو سمحت. بسم الله ما شاء الله عليك. طيب انت لا تقرا تشكيله واحده صحيحه من كتب المسلمين ثم تشكل علي في الجوهري. طيب. والجوهري يلا. ما شاء الله يلا ما فيش. طيب. مشاكل يلا انا. طيب يلا على كل حال بعضهم سألك سؤال فقال لك هل أهل السنة مسلمين أم كفار؟ فقلت إنهم مسلمين. صح إحنا مسلمين. أنت تجرؤ وتقول إن إحنا مسلمين؟ من قال ذلك من علمائك أن المسلمين مسلمون؟ الرافضة يكفرون كل الناس. ولو أردت وأنتوا ما تكفروش كل الناس؟ مش انتوا الوهابية بتكفروا الكل؟ واحنا ده مش موضوعنا يا استاذ، وده مش موضوعنا، وده مش موضوعنا يا محمود. يا محمود يا محمود يا محمود احنا ده مش موضوعنا، احنا بنتكلم في حتة وانت تكلمنا حتة تانية. بالمناسبة انا بكلمك دلوقتي عن موضوع ابو بكر، عن موضوع ابو بكر الشيخ الحبيب. اسمعني يا محمود، انا قبل ما انسى المناظرة اللي الشيخ الحبيب عاملها ممكن اتكلم بمناسبتها؟ طيب اتكلم بس ده يبقى اخر موضوع تطرحه، اتفضل. طيب المناظرة المضحكة التي يطرحها شيخكم على القناة، قبل ذلك كثير من أهل السنة عرضوا عليه المناظرة وهو رفض، حتى إن فضيلة الشيخ حازم الوزيري قال أنا أريد مناظرة من كتب المناظر المعروف في قناة صفا. يقول حازم الوزيري مين؟
احنا عندنا اسامي اسامي وجد طرحناها، الحويني مش عارف، العريفي، ناس معروفين، حازم الوزيري، ومش عارف هذه المهرجين دول. والله طلبها من المضحكات. لا، هؤلاء المشايخ لا يتنزلون ويحاورون امثالكم. طيب هو الناس الحمد لله عم تتشيع دلوقتي ويصل الى نور الهدايه بحمد الله، لانهم لا يعرفون دين الرفض. والله من عرف دين الرفض لا يدخل فيه. والله يعرف دين الرفض ويلعنه ابو بكر وعمر. انا عندي سؤال لشيخك، لو جاوب عليه ممكن اساله؟ لا، اشكرك، اشكرك على اتصالك يا استاذ محمود. طيب، انا اشكرك على اتصالك و اشكرك على المداخله بتاعتك، بس مره ثانيه اوعى تدلس دلوقتي. انا قلت لك انت كل مره تقول لي هات المصدر بتاع الروايه بتاعتك، انا اجيب لك المصدر. واي مره عاوز مني الكلام بتاعي بالمواثيق والاسانيد، انا اجيب لك الاسانيد. المره الوحيده اللي طلبت منك الاسانيد ترددت ولم تجاوب. طيب، نرجع لموضوعنا، الا وهو خلافه اللي اسمه ابو بكر لعنه الله. طيب، دلوقتي انتوا تتحججوا انه ابو بكر كان في تناقض دلوقتي في الموضوع، وهو انه هل ابو بكر دلوقتي لو كان في جيش اسامه ازاي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له في نفس اللحظه، يقول له انا عاوزك تصلي بالناس؟ ده تناقض غريب يعني من نوعه. ازاي؟ ما هو كان في جيش اسامه. نعم؟ طيب، فازاي يكون في مكانين في آن واحد؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم انتدب أبا بكر ليكون في جيش أسامة، وفي نفس الوقت تجده يكون في المسجد النبوي، وتقول عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس. طيب، ممكن يجاوب على التناقض ده؟ عندنا اتصال، مين معنا؟ وائل من طنطا، السلام عليكم. وائل، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا أستاذ وائل. ازيك يا سعيد؟ الله يخليك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك؟ الله يخليك. هو الأخ محمود، أخ محمود المتصل السابق. نعم. اللي عمال يصفصط ويجادل، ولما طلبت منه السند ما جابوش لغاية ما الخط خلص معاه. هو يعني أبو بكر وعمر معروف أنهم تخلفوا عن جيش أسامة، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال جهزوا جيش أسامة، ولعن الله من تخلف عن جيش أسامة. أنا عايز أعرف بطولات أبو بكر وعمر مع الكفار، نفسي اعرف كده. مثلا سيدنا علي قتل مرحب وقتل عمرو بن ود، ما يقولوا لنا قتل مين؟ وعمر الشجاع ده اللي بيصرون ان هو كان بطل. انا اقول لك قتل مين؟ قتل مين الكفار؟ انا اقول لك قتل مين ابو بكر؟ قتل فاطمه الزهراء وجنينها المحسن الشهيد عليهما السلام. تمام. يعني الحق واضح، واضح. يعني الإمام علي يعني المعروف إن هو كان أكبر الشجعان حتى منذ صغره، لما نام في فراش سيدنا النبي وعرض نفسه للقتل من أجل الدعوة الإسلامية ومن أجل الإسلام. طيب، معروف عن سيدنا علي فعلا إن هو يعني كل المواقف ذكرت في سيدنا علي والحق مع سيدنا علي يدور حيث بعضها. أنا عايز أشوف بس حديث زي ده مع أبو بكر ومع عمر، فين؟ هل فعلا هم تخلفوا عن جيش أسامة؟ وهل عندك برضك الدليل؟ وليه لما أنت جهزت الحق ده السايز ما جهزتش الروايات اللي بتأكد إن هم تخلفوا عن جيش سيدنا أسامة؟ يعني المفروض برضك انت جاهز بالرد على مثل هؤلاء. دي غلطه مني كانت، بس انا دلوقتي انا وجدت الروايات التي تقول انه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من تخلف عن جيش اسامه. الحاكم الحسكاني في شواهد تنزيل الجزء الاول يقول
يقول حتى قال صلوات الله عليه: لعن الله من تخلف عن جيش أسامة فتعلل ولم يزل عن عسكريه حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وآله. دي الرقم واحد. الشهر الثاني في كتابه الملل والنحل أيضا يذكر في مقدمات المؤلف يقول الخلاف الثاني وهي في مرضه أنه قال: جهزوا جيش أسامة لعن الله من تخلف عنه، فقال قوم: يجب علينا امتثال أمره وأسامة قد برز من المدينة. ده المصدر الثاني. المصدر الثالث في شرح النهج، نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي. على فكرة في ناس كتيرة بتقول ده الراجل ده شيعي، الراجل ده مش شيعي يا ناس. ابن أبي الحديد المعتزلي ليس بشيعيا، راجل منكم. أيضا يروي هذه الرواية يقول فأخبر أنهم يتجهزون فجعل يقول: أنفذوا بعث أسامة لعن الله من تخلف عنه، وكرر ذلك. دي ثلاث مصادر عندي برويها تقول انه روية من مصادركم انه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من تخلف عن جيش أسامة. واقول لك على حاجة يا استاذ محمود، الروايات زي كده الخطيرة انتم مش هتروها، عشان البخاري ومسلم دول كمان عارفين لو رووا الرواية دي هتكون عليهم مصيبة. يعني هي كفاية مصيبة انه التشكيك في الصحابة في موضوع الطعن بقرار رسول الله صلى الله عليه وآله. ولم يجب محمود على ما فعله الصحابة الذين كان منهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة الجراح بن الجراح، كانوا موجودين فيهم، لم يجب على هذا الإشكال. فضل يقول أخوي قال ومش عارف فلان قال وفلتان قال وعلنتان قال. يا عمي أنا أكلمك في مصادر، كلمني بكتبك أنت، ما تكلمنيش في كتبي أنا. لما تناقش في كتبي نتناقش في كتبي إن شاء الله. طيب تفضل. أنت قلت حتى نقطة مهمة جدا أستاذ فايز، يعني هو أبو بكر كان موجود ورسول قال لك ليه الحديث الكاذب أمره أبو بكر اللي يصلي بالناس، ولا كان في جيش أسامة؟ يعني لو محمود بيفهم صح هيشوف ايه التناقض الخطير ده. هو كان هيصلي بالناس ولا كان في اثناء ده في جيش أسامة؟ يعني التناقض واضح. يا اما كان مش في جيش أسامة وتخلف ورسول امره ابو بكر فاللي يصلي بالناس، يا اما يكون في جيش أسامة. يبقى ازاي احدهما خطأ حديث؟ يا ده حديث خاطئ. دي رواية خاطئة. يا أستاذ وائل أنا بسألك سؤال دلوقتي. لكن كلاهما لازم يكونوا. بسألك سؤال دلوقتي، أنت متشيع يا أستاذ وائل؟ متشيع. والله أنا مؤمن بالتشيع يعني، ومش طبعا أنت عارف لما يكون حواليك ناس يعني في مشاكل معينة. طيب دلوقتي. لكن أنا على قناعة بأن على بأن حضراتكم فعلا بتتكلموا أحاديث صحيح، قناعة تامة الحمد لله، وبرضك بتتابع مذهب أهل البيت في الصلاة وفي كل شيء. الحمد لله الحمد لله، يعني متشابه. يعني بس هو في بيقابلني نقطة معينة، ومن بين نقطة معينة الصلاة طبعا ما فيش مساجد من الشيعة في مصر، إن شاء الله هتضطر أنت تصلي إن شاء الله يوم الجمعة فرادي، وطبعا في أحاديث إن شاء الله. طبعا في حديث طبعا اللي هو معروف ان صلاه الجماعه تعدل صلاه الفرد ب 27 درجه. فدي حاجات بتخلي الواحد فعلا يبقى محتار يعني. فانت طبعا في وسط مجتمع لسه ما بيفهمش وبيجادل على الفاضي، انت رد على اللي جاء في كتب البخاري ومسلم وصحاح المسلمين السنه. طيب قول لي الحديث ده يا اما حديث، يا إما عائشة هي اللي كذبة، يا إما الناس اللي بتروي هذه الأحاديث هي اللي كذبة. لكن تيجي فعلا تسأل أي شيخ، أنا قريب جدا كنت راكب مع شيخ لأنه تيجي نص متر وقال له ما رأيك في البخاري ومسلم؟ قال لي صحيح من الجلة إلى الجلة. طيب إيه رأيك، ينفع أبو الرسول يبقى في النار وأمه؟ ينفع الرسول يتردد ينتحر؟ ينفع الرسول يباشر مراته وهي حائض عائشة؟ ينفع 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 ينفع؟ الحقيقة ما عرفش يرد. يعني من ضمن الحاجات الموضوع التردد بيقول لك ده كان بيحادث نفسه. قلت له يعني بيحادث نفسه؟ الرواية بتقول ان هو حاول ان ينتحر اكثر مرارا، مرارا يعني اكثر من مرة، من شواهق الجبال
إلا كائن، لأن كان سيدنا جبريل يظهر له ويقول له يا محمد أنت نبي، فيقوم يتراجع. يبقى كان بيحدث نفسه إزاي يعني؟ يعني كان بيحلم، كان نايم بيحلم يعني، ولا ده حديث؟ قلنا ده كان حلم مثلا. هي عائشة بتقول لك أن الرسول كان بيحلم ولا يمشي بالتمام المغناطيسي بالفعل لما انقطع عنه الوحي لمدة 6 يعني. دي يعني حاجة غريبة يعني. هو الشيخ يقول لي أصلي لا ده كان حديث نفس. يعني إيه حديث نفس؟ هي ليه ما قالش إن هو حديث نفس يعني؟ إن الرسول صلى الله عليه وسلم حدثها إن هو كان يعني نفسيته بتقول له أنا أنتحر وأطلع أنتحر. وكمان وكمان يعني وكمان وكمان ده بحد ذاته كمان تشكيك، تشكيك بذات النبوة، تشكيك. ده دي مصيبة يعني، يحدث نفسه يقول له أنا عاوز أنتحر، دي مصيبة طبعا. ده مصيبة لو أنت في أي مثلا، لو أي صاحبك يقول لك أنا بفكر أروح أرمي نفسي من طابق العاشر، هتعمل له إيه؟ مش هتقول له لأ أنت مجنون أنت؟ أوديك عاوز إيه بالظبط؟ يعني رسول الله صلى الله عليه يعني أي حاجة يقولوها. طيب أنا بشكرك جدا على اتصالك يا أستاذ، أشكرك على المشاركة بتاعتك يا أستاذ وائل، مشاركة جميلة، أشكرك جدا. طيب نرجع لموضوعنا. قلت لكم في تناقض في موضوع جيش أسامة. طلب محمود أنه هل عندك روايات من كتبكم، من كتبنا موجودة ومستفيضة، أنه لا لعن الله من تخلف عن جيش أسامة. أما من كتبكم أنتم فتقولوا أنه في الحاكم الحسكاني يقول أنه روية ونزل فيه أيضا ويؤثرون على أنفسهم ولو كانوا ولو كان بهم خصاصة. سبحان الله، أسامة أحب إلى رسول الله من نفسه، ولو سمع مرارا تأكيد رسول الله له أن يزحف بجيشه إلى مؤتة، حتى قال صلى الله عليه وآله لعن الله من تخلف عن جيش أسامة، فتعلل ولم يزل عن عسكري حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وآله. في الحاكم الحسكاني الجزء الأول، وابن أبي الحديد يروي كمان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله أنفذوا بعث أسامة لعن الله من تخلف عنه، وكرر ذلك. والشهر الثاني في الملل والنحل يقول في مرضه أن رسول الله صلى الله عليه وآله في المقدمة بتاعته أنه قال جهزوا جيش أسامة لعن الله من تخلف عنه. تفضل دلوقتي، دي ثلاث روايات أنا من كتبكم. أنا عارف أنت هتلعب لعبة الإسناد، دي مكدوبة، دي فلان، دي علان، لأ موجودة، بس الـ 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 الكبار بتاعكو لأ حاولوا يصوروا الـ الـ الصحابة بتاعتكو أبو بكر وعمر بصورة جميلة. مين معنا؟ معك أحمد، أحمد من البحيرة. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل أنت على الهوا يا أحمد. سمعني يا أحمد؟ أشكرك على اتصالك يا أحمد، أشكرك. طيب دلوقتي في هذا الموضوع، وهو موضوع أنه أبو بكر صلى بالناس، وأنا كررت وعدت وزدت في هذا الموضوع أنه حسب مقاييسكم أنتوا ليست له فضيلة. ما هو دلوقتي أبو أسامة بن زيد بن حارثة الذي كان في هذا البعث الذي انتدبه رسول الله صلى الله عليه وآله ليغزو الروم، كان في هذا البعث أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح وجماعة من الصحابة ومن كبار الصحابة ومن المهاجرين والأنصار. طيب لو هذا الجيش برئاسة أسامة بن زيد لما يمشوا هيصلوا خلف مين؟ هيكون مين إمام الصلاة بتاعتهم؟ هيكون أسامة بن زيد، زي ما عمل عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل، كما روي أن عمر بن العاص أصر على أنه هو يكون بهم إماما، حتى أن روي صلى بهم ذات مرة جنبا. طيب وأيضا هناك رواية في صحيح البخاري في كتاب الأحكام استقضاء الموالي واستعمالهم، رقم الحديث 6640، يقول حدثنا عثمان بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب أخبر ابن جريح أن نافعا أخبره أن ابن عمر أخبره قال كان سالم مولى أبي حذيفة يأم المهاجرين وأصحاب النبي صلى الله عليه وآله في مسجد قباء، فيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة وزيد وعامر بن ربيعة. ده في صحيح البخاري يرون أنه لا ده كان يعني سالم مولى أبي حذيفة يا أم المهاجرين الأولين وأصحاب النبي صلى الله عليه وآله في مسجد قباء، وهي أم مين؟ أبو بكر وعمر. دلوقتي يعني سالم مولى أبي حذيفة حسب مقاييسكم أفضل من أبو بكر. مين معنا؟ السلام
وائل من أسوان، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا، تفضل يا سوائل. أنت على الهواء يا وائل. طيب في موضوع مهم في هذا الأمر، وهو كيف صار أبو بكر والفلتة بتاعته خليفة. طيب أنا أرويتكم الرواية بتاعت أبو بكر أو عمر الخطاب اللي بتقول إيه، بتقول بيعة أبو بكر فلتة والتي لم يجبها أي فرد من علماءكم ومشايخكم. رقم الرواية 6442. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن يعنان عن ابن عباس ثم قال ثم بلغني عمر الخطاب يقول ثم إنه بلغني أن قائلا منكم يقول والله لو قد مات عمر بايعت فلانا فلا يغترن امرئ أن يقول إنما كانت بيعة أبي بكر فلته وتمت ألا وإنها قد كانت كذلك ولكن الله وقى شرها. يقول إنه بالفعل فلتة أبو بكر كانت فلتة ولكن الله وقى شرها. مصدر صحيح البخاري رقم الرواية 6442. مين معنا؟ علي من الفيوم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. أرجو من حضرتك أحسن الله إليك أن تسمعني للآخر. تفضل. ربنا يسلمك. أخي الفاضل. صوتك مش واضح يا علي. أنا بفهمك. أخي الفاضل. وطع صوت التلفزيون لو سمحت. وطع صوت التلفزيون الأول وكلمني. تفضل. أخي الفاضل. هل تسمعني جيدا؟ دلوقتي أحسن، أتفضل. نعم أخي، أنت لو صدقت نقول إن وحيا تنزله الشياطين علينا. أخي يا أخي الفاضل، أخي الفاضل. أيوة سمعك سمعك سمعك، 60 مرة قلت أخي الفاضل. سمعت، تفضل. أنتم لو صدقتم أيها الرافضة، لو صدقتم لقلتم إن الشياطين تنزل علينا الوحي، وهذا الرجل المتصل التافه الساقط الذي يزعم أنه ما تشتمش. ما تشتمش، لا احترم نفسك، احترم نفسك يا علي، احترم نفسك. عيب الشتيمة، عيب تشتم الناس قدامي هنا، عيب. أنا ما اسمحش يتشتم أي فرد هنا من المسلمين قدامي. يا الشياطين يا أباليس، أنتم أباليس، أنتم يعني أنتم أباليس. طيب عندك حاجة تانية؟ طيب يتحدثون عن أبو بكر وعمر ورضوان تبارك وتعالى. وصلت الصورة يا علي. وحي تنزله الشياطين على أبو بكر وعمر. أنا أقول لك، واسمعني يا علي، هل تعلم من الذي تنزل عليه الشياطين؟ أبو بكر. قال إن لي شيطان يعتريني. أبو بكر قالها في بداية تزعمه للمسلمين. يقول أنه أبو بكر قال إن لي شيطانا يعتريني فإن استقمت فعينوني وإن زغت فقوموني. طيب دلوقتي الراجل ده له شيطان يعتريه، ها؟ فإن استقمت فعينوني وإن زغت فقوموني. فكيف يكون إمام الأمة وخليفة رسول الله صلى الله عليه وآله له شيطان يعتريه؟ الشياطين بتوحي له. طيب مين معنا؟ علي من مصر، السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. أكلم أستاذ فايز. أنت على الهواء. أستاذ فايز. نعم أنت على الهواء، تفضل، أنت معايا. أستاذ فايز. أيوة أنت على الهواء يا أستاذ. أنا
واحده اكلم الاستاذ فايز. بقول لك انت على الهوا يا ارجوك، انت على الهوا معايا انا فايز. وطع صوت التلفزيون يا علي. طيب يا استاذ فايز لو سمحت. اشكرك يا علي. ايوه معاك يا استاذ فايز هكلمك. يا علي ارجوك وطع صوت التلفزيون لو سمحت، وطع صوت التلفزيون. طيب يا استاذ فايز اتفضل. انا عايز ارد على الاخ اللي هو اتصل عليك من طنطا وقال سيدنا علي قتل عمرو بن ود. يا علي وطع صوت التلفزيون، اسمعني من تليفونه بس ارجوك. أيوة. لو سمحت ارجوك اخر مره اخر مره عشان في اتصالات كتير. سيدنا عمر اسمعني من تليفونه بس اتفضل. طيب سيدنا عمر بن الخطاب خدت بالك دخل كسرى، دخل فارس وهدم ايوان كسرى وهدم الفرس. هو يعني وعلى على اساس هذا هو المذهب الشيعي الرافض هو الاخذ على الاسلام خدت بالك وبيطعن في عمر. انت يا استاذ فايز مش مهذب في كلامك قليل ادب، بتسب في سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر واللي اتصل عليك من الفيوم وتقول له لا ما حدش يسب هنا. انت ما حدش ان شاء الله هيقدر قريب. محترمين زيك يا استاذ ان شاء الله دمك هيقدر قريب يا استاذ. بس يا استاذ ابو بكر وعمر يتشتموا عشان الناس مش محترمين. يا كافر يا كلب يا كلب يا كافر يا ملعون يا شيع يا عميل يا حمير اليهود الكلب. طيب هذه الحجة بتاعتك يا أصلا انت علي. تافل طيب انت ما عندكش اسلوب علمي. اشكرك اشكرك اشكرك، ده اسلوبك ده علمي كان. اسمع يا علي اسمع، ابو بكر قال ان لي شيطان يعتريني. وأن لي شيطان يعتريني فإن غضبت فاجتنبوني أن لا أؤثر في أشعاركم وأبشاركم. وموجودة في طبقات ابن سعد والإمامة والسياسة والتاريخ الطبري وصفه مصادر كتير قوي. إن أبو بكر له شيطان يعتريه. عندنا اتصال، مين معنا؟ طيب دي أبو بكر، ده هو الراجل الذي يقود الأمة بتاعتكم. يعني لو أنت كنت في زمان أبو بكر وأبو بكر له شيطان اعتراه وأنت تطيع هذا الرجل، الله أكبر، يعني أنت أطعت الشيطان. وعندنا رواية مشهورة تقول من أصغى إلى ناطق فقد عبده، فإن كان ناطق عن الله فقد عبد الله، وإن كان ناطق عن إبليس فقد عبد إبليس. دلوقتي أنتوا تعبدوا مين؟ تعبدوا الشاب الأمرد من دون الله. طيب عندنا رواية بتقول إيه؟ بتقول أنه في صحيح البخاري تقول أنه أبو بكر صلى بالناس فبناء على هذا صار هو خليفة المسلمين. إزاي يا ناس؟ الرواية عن عائشة وبس اللي هي الفرد الوحيد اللي يروي هذه الرواية، والذين رووا هذه الرواية وما لم ينتهوا بسندهم إلى عائشة، لما تشوف مضمون الرواية تشوف لا ده كلام عائشة، كأنه هي عائشة بتتكلم، ده كان موجود ولا مش موجود، لا ده ينقل عن عائشة بس هو ما قالش اسم عائشة كده، هو مشاها. طيب بتقول الرواية إيه؟ تقول أنه رسول الله صلى الله عليه وآله قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقيل له، بعض الروايات تقول أنه عائشة قالت إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس وعيط ويبكي. طيب وعاد فعادوا فعاد الثالثة فقال إن كنا صواحب يوسف. عجيبة، رسول الله صلى الله عليه وآله يقول على أزواجه إن كنا صواحب يوسف. صواحب يوسف كانوا مين؟ كانوا مين يعني؟ طيب نكمل. مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فخرج أبو بكر فصلى، فوجد النفس النبي صلى الله عليه وآله من نفسه خفة، فخرج يهادى بين رجلين كأني أنظر رجليه تخطان من الوجع. غريبة، رسول الله صلى الله عليه وآله دلوقتي وجد قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وبعدين وجد بنفسه خفة، وبعدين يجر بين رجلين. طيب لو وجد من نفسه خفة لماذا لم يخرج بنفسه وبقوته يصلي بالناس؟ طيب ولماذا بين رجلين ورجلاه تخطان من الوجع؟ لماذا؟ شخص موجوع يقول لك لا صار خلف فلان يصلي بيه مش عاوز، لا هو أبو بكر مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وجد في نفسه خفة وبعدين يكون موجوع ويصلي ورجلاه تخطان. طيب
تقول عائشة: فراد أبو بكر أن يتأخر فأومى إليه النبي أن مكانك، ثم أتى أتي به حتى جلس إلى جنبه، قيل الأعمش، وكان النبي صلى الله عليه وآله يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر. إيه ده، صلاة بإمامين، صلاة غريبة. مين معنا؟ عمرو من مصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخ فائز. الصوت واضح؟ أيوة واضح. أيوة تفضل. طبعا بسلم عليك الأول على الإخوة المؤمنين جميعا. ابتدي كلامي أقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين، وعجل فرجهم ولعن أعدائهم، لا سيما أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة المنافقين المجرمين. اللهم يا أخ فائز، طبعا أنا أحييك على صبرك وعلى تحملك وحلمك على جهال المخالفين، لأن إحنا طبعا المستضعف بين الحق، وكذلك حتى المعاند الذي هو قابل الهداية، يعني في إمكانية لهدايته حتى لو هو حاليا معاند، ده إحنا بنحاول نحلم عليه قدر المستطاع، ويعني نقابل إساءته بالإحسان. فالإساءات الموجهة لنا شخصيا إحنا بنتحملها يعني، ولا نقابلها بالإساءة. تمام. فأنا أحييك على صبرك ده وعلى حلمك وعلى يعني حسن خلقك مع هؤلاء الجهلة، ربنا يهديهم ويعرفهم الحق وينزع هذه الغيرة المشؤومة على أعداء الله من قلوب، يرزقهم مكان هذه الغيرة المشؤومة بغيرة محمودة على محمد وآله الطاهرين سادة الخلق صلوات الله وسلامه عليهم. وهذه الغيرة هي الدافع الذي يدفعنا لعن وسب أعدائهم لعنة الله عليهم. صوتي واضح أخ فائز؟ وصل لحضرتك؟ واضح. تفضل. تمام. بس أما بقى الشخص اللي اتصل بحضرتك النهار اللي اسمه مذموم ده، أنا طبعا يعني لو هو الشخص ده كان اكتفى بالتطاول على حضرتك شخصيا أو على بعض المؤمنين بجهل منه، فده أنا ما كنتش هقابل تطوله ده بالأسلوب ده، كنت هحاول أستخدم على الحلم يعني في كلامي، إنما لأن هذا الشخص طبعا هو سبق أنا للعلم يعني برنامج حضرتك ده أنا للأسف ما سمعتش منه إلا أجزاء مقاطع صغيرة في الأيام السابقة، يعني مقاطع صغيرة جدا. تمام. فبالصدفة أنا في مقطع من المقاطع دي أنا سمعت الشخص ده بيستهزئ بالإمام المهدي عز الله فرجه الشريف، فلذلك هو لا يستحق أن ننديه إلا بالمذموم، لأنه اسم المحمود أو اسم محمود هو لا يليق به أصلا، ولا يصح أن يسمى بهذا الاسم. هذا الكافر الجاهلي لأنه لا يعرف إمام زمانه وهو معادي له، هو لا يستحق أن يسمى إلا مذموم. نعم، من يتطاول علينا شخصيا نحلم عليه، أما من يتطاول على أئمة الحق من آل محمد عليهم السلام فهو ليس له عندنا إلا الذم والشدة والغلظة، لأنه مستحق كل هذا. تمام. هذا المذموم طبعا النهاردة عمال يلف ويدور ويلف ويدور في قضية التخلف عن جيش أسامة. طبعا قضية التخلف عن جيش أسامة في نفسها هي واردة عندهم في مصادر كثيرة جدا، وفي مصادر واضحة ومصادر يعني لا يختلفون على صحة الروايات فيها. تمام. يعني قضية التخلف نفسها عن جيش أسامة، قضية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آخر حياته بعث جيشا أو أمر بإنفاذ جيش، وكان أسامة بن زيد هو الأمير على هذا الجيش أمر النبي صلى الله عليه وسلم، في مصادر عديدة عنده. الصوت واضح يا أخ فاس؟ واضح. اتقطع بشوي. تمام. واضح. تفضل. تمام. وأما قضية أن أبا بكر وعمر بالتحديد كان من الذين أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخروجهم مع جيش أسامة، فهذا ثابت عندهم، رواه ابن كثير ورواه
ابن سعد في الطبقات الكبرى لابن سعد، ورواه ابن أبي شيبة في مصنف ابن أبي شيبة، ورواه الطبري وخص عمر دون أبي بكر، يعني لم يذكر أبا بكر، الطبري لم يذكر أبا بكر، ورواه أيضا ابن الأثير في الكامل في التاريخ، ورواه السيوطي في إسعاف المبطئ بالرجال الموطأ، وكذلك رواه عدة من رواة هؤلاء من رواة المخالفين قضية أن أبا بكر وعمر كان من الذين أمر النبي بخروجه مع جيش أسامة، فقضية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بخروج جيش أسامة وأمر أبا بكر وعمر بالتحديد بالخروج مع جيش أسامة، وهذا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وطبعا الواقع الذي يعلمه الجميع والثابت التاريخي أن هؤلاء لم يخرجوا مع جيش أسامة، وفي هذا معصية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الحقيقة ثابتة عند القوم بلا نزاع، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بخروج جيش وأمر عليه أسامة بن زيد، وكان في وكان ممن أمروا بالخروج مع هذا الجيش وحددوا في هذا الجيش أبو بكر وعمر، وهؤلاء تخلفوا عن هذا الجيش، وفي هذا عصية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم واضحة وبينة وتخلف عن الأمر النبوي. أما لعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لعن النبي لمن تخلف عن جيش أسامة، لعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن تخلف عن جيش أسامة، فهو وارد عندهم أيضا وثابت عندهم في مصادرهم. ومن المصادر التي ذكرت لعن النبي من تخلف عن جيش أسامة، من مصادر المخالفين تاريخ إبراهيم ابن عبد الله الحموي وكتاب أبكار الأفكار لأبي الحسن الآمدي وكتاب المواقف للقاضي عضد الدين لأحمد، وكذلك شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي، وكذلك كتاب السقيفة لأبي بكر الجوهري، وهو من علمائهم وليس رافضيا كما يدعي هذا الجهل، وكذلك كتاب الملل والنحل للشهرستاني وغيرها من مصادره، وكذلك كتاب مرآة الأسرار لعبد الرحمن بن عبد الرسول. وكذلك بالمناسبة يعني أنه الأخ ده أو الكائن ده يعني هذا المذموم في كلامه، أنا لاحظت أنه هو ادعى أنه مصادرنا إحنا ما فيهاش ذكر القضية لعن التخلف عن جيش أسامة، وده طبعا لأنه جاهل أصلا، يعني هو بيسمع كلام بعض الوهابية ويردده زي الأحمق. لكن طبعا قضية لعن التخلف عن جيش أسامة ثابتة عندنا في مصادر عديدة، يعني ورد هذا عندنا في ورد عندنا في بحار الأنوار للعلامة المجلسي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بإنفاذ جيش أسامة وجعل في الجيش أبو بكر وعمر ولعن المتخلف عن جيش أسامة، ورد عندنا هذا في بحار الأنوار للعلامة المجلسي، وورد عندنا أيضا في كتاب وصول الأخيار إلى أصول الأخبار للشيخ البهائي العاملي رضوان الله عليه، وورد عندنا أيضا هذا الخبر في كتاب التعجب من أغلاط العامة في مسألة الإمامة لأبي الفتح الكراجيكي رضوان الله عليه، وورد عندنا أيضا هذا الخبر في دعائم الإسلام للقاضي النعمان المغربي، وورد في عدة مصادر من مصادرنا لعن قضية لعن المتخلف عن جيش أسامة ثابتة عند الفريقين، ثابتة عندنا في مصادرنا وثابتة عندهم أيضا في مصادرهم. تمام؟ ده بالنسبة للعن المتخلف عن جيش أسامة. تمام؟ فقضية لعن المتخلف عن جيش أسامة ثابتة عند الفريقين. هذا الجاهل ادعى أنه قضية لعن التخلف عن جيش أسامة هذه لم ترد عند الشيعة أصلا،
اساسا يعني، وما البحار الانوار ودعائم الاسلام وغيرها من مصادرنا دي من مصادر مين؟ من مصادر الهندوس، حاجه غريبه جدا. وطبعا هو لا يعرف اي شيء عن هذه الامور، هو جاهل طبعا. طيب على كل حال اختصار يعني دقيقه واحده عشان في اتصالات كتيره جدا يا عم. ايوه اتفضل. تمام 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 يا اخ. اذا عامه يعني هو مختصر الكلام في القضيه دي بس، يعني انه قضيه لعن المتخلف عن جيش اسامه ثابته في مصادر الشيعه وثابته ايضا في مصادر المخالفين. تمام. وهذا يكفي للدلاله على سقوط عداله ابي بكر وعمر، وهذا يعني في حد ذاته لا يمكن الرد عليه من المخالفين باي حال من الاحوال. تمام. وطبعا قضيه اللعن بالمناسبه يعني في قضيه طبعا زياده على كده، انه في النسخه الحجرية المطبوعة بالطباعة الحجرية من صحيح البخاري بالمناسبة كان في الحديث لعن الله من تخلف عن جيش أسامة، لكن في الطبعات الحديثة الطبعات المطبوعة حديثا من صحيح البخاري مش موجود المقطع ده من الحديث. ودي قضية طبعا متكررة في مصادر المخالفين إن هم بيحذفوا في الطبعات الحديثة بعض الأحاديث أو بعض المقاطع من الأحاديث لأسباب تخص عقيدتهم وتخص إحراج هذه النصوص لعقيدتهم، لكن في الطبعة الحجرية المطبوعة في الهند بالطباعة الحجرية اللي هي الطباعة القديمة كان نعم في الطبعة الحجرية من صحيح البخاري كان في الحديث لعن الله من تخلف عن جيش أسامة، وحذفوها زي ما حذفوا حديث في نفس الطبعة دي برضو موجود حديث أن عمر كان يتدوى بماء الرجال في صحيح البخاري. تمام. وفي الطبعه الحجريه الهنديه من فتح الباري في شرح صحيح البخاري ايضا كان شرح هذا الحديث بان ماء الرجال هو نبته تنبت في اليمن، نبته تنبت في اليمن كما يدعي ابن حجر في فتح الباري. تمام. كل ده حذف من صحيح البخاري ومن فتح الباري في شرح صحيح البخاري في الطبعات الحديثة. ده زيادة على كده يعني، لأن لما حضرتك قلت له أنه هذا الحديث وارد لعن الله متخلف عن جيش أسامة وارد في صحيح البخاري، هذه حقيقة، لكن هم حذفوه من صحيح بخاريهم. لكن على كل حال بغض النظر عن صحيح بخاريهم احنا ذكرنا له وذكرنا للناس مصادر عديدة عندهم ذكرت لعن المتخلف عن جيش أسامة، ذكرنا هذه المصادر دلوقتي من مصادرهم وذكرنا من مصادرنا احنا اللي احنا اصلا مش محتاجين نذكرها لان دي قضية معروفة عندنا. ذكرنا من مصادرنا ايضا ما يثبت لعن المتخلف عن جيش أسامة. دي النقطة الاولى. تمام. النقطة الثانية هو اعترض. بس باختصار يا أستاذ عامر باختصار عشان في اتصالات كتيرة قوي. أيوة أخ مفهوم بس معلش يعني اديني بس دقيقتين لأن في نقطة مهمة لازم أتكلم عنها. قضية إنه الإمام علي عليه السلام هو كمان يعني مشمول والعياذ بالله بهذا المعنى، لأنه هو كان من مهاجرين الأنصار، كان من يعني مصداق للمهاجرين وهو من أوائل المهاجرين وهو مشمول بالأمر النبوي بالخروج مع جيش أسامة. يا أخي هذا اللفظ أو هذا التعبير أنه لم يبقى أحد من أوائل المهاجرين إلا وانتدب لهذا الجيش، هذا التعبير ورد في أحد المصادر التي ذكرت هذا الخبر من مصادر المخالفين من مصادر البكرية، هذا ورد في واحد من هذه المصادر، وهذا ليس حجة علينا أولا. يعني أولا هذا من مصادرهم، هذا ورد هذا التعبير في مصدر من مصادرهم وهذا ليس حجة علينا. يا أستاذ عمرو أنا قلت له بنفس اللحظة قلت له لو كان هذا الأمر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتدب علي بن أبي طالب عليه السلام لهذا البعث لذكر، لأنه شخصية كبيرة مش أي فرد يعني. طبعا يا أخي فاز، هو أولا قضية أنه لم يبقى أحد من أوائل المهاجرين إلا وانتدب لهذا الجيش، هذا هذا التعبير أو هذه العبارة أصلا لا تدل بالضرورة على أن أمير المؤمنين عليه السلام أمر بالخروج مع هذا الجيش، لأن هؤلاء المهاجرين الأنصار طبيعي أن يستثنى منهم بعضهم. هو قال في البداية ممكن يكون أبو بكر عمر استثنوا منهم، فقلت له
والا تخلو المدينه من المسلمين، فهذا شيء مفهوم تمام. اما الثابت عندنا وعندهم وما هو حجه عليهم لانه ثابت عندهم، ان ابو بكر عمر بالاسم وبالتحديد امروا بالخروج مع جيش اسامه، هذا ثابت عندهم. لم يثبت عندنا ان امير المؤمنين عليه السلام امر بالخروج مع جيش اسامه، بل ان الشيخ الصدوق رضوان الله عليه، شيخنا الصدوق رضوان الله عليه، روى في كتاب الخصال حديثا طويلا عن امير المؤمنين عليه السلام، فيه ذكر قضيه جيش اسامه، وفيه ان غرض النبي صلى الله عليه واله وسلم من الامر بخروج جيش اسامه هو اخلاء المدينه من رؤوس المنافقين اللي النبي صلى الله عليه واله متوقع منهم الانقلاب على الإمام علي عليه السلام بعد استشهاد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ينفي القضية من أساسها. الثابت عندنا نحن، الثابت عندنا نحن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كون جيشا وحدد فيه أسماء أشخاص هم من رؤوس المنافقين، وأمر أسامة بن زيد رضوان الله عليه بقيادة هذا الجيش، أو أمر أسامة بن زيد، وأنا متوقف في أمر أسامة بن زيد يعني بالنسبة لما قال حياته في نهاية حياته، هو كان مؤمن في حياته في زمن النبي وبعد استشهاد النبي صلى الله عليه وآله لمدة طويلة، أما خاتمته فأنا متوقف فيها، يعني لا أقول بعدالته ولا أقول بسقوط عدالته، لأن أنا لم تتضح القضية عندي بالنسبة لخاتمة أسامة بن زيد. لكن على كل حال هو في الوقت ده كان مؤمن قطعا بلا أدنى شك. على كل حال النبي صلى الله عليه وآله ثابت عندنا والوارد عن أمير المؤمنين عليه السلام عندنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كون هذا الجيش وحدد أشخاص محددين معينين من رؤوس المنافقين ومن رؤوس الكفر والعناد ووضعهم في هذا الجيش، وأمر عليهم أسامة بن زيد حتى يخلي المدينة منهم، علشان هؤلاء متوقع ومعروف منهم النية في الانقلاب على أمير المؤمنين عليه السلام بعد استشهاد النبي صلى الله عليه وسلم. ده كان في الوقت النبي بيموت فيه، ده كان في الوقت النبي بيموت فيه. أما بقى قضية إنه المهاجرون الأنصار كلهم انتدبوا، فده طبعا ده لفظ ورد في مصدر من مصادر المخالفين وهو ليس حجة علينا، لكن نحن نحتج عليهم بما هم يقرون به، بما هو ثابت في مصادرهم. الثابت في مصادرهم أن النبي صلى الله عليه وآله أمر بإنفاذ جيش أسامة وأمر أبا بكر وعمر بالخروج مع جيش أسامة، وهم تخلفوا عن جيش أسامة. والثابت أيضا في مصادرهم أن النبي صلى الله عليه وآله لعن المتخلف عن جيش أسامة تمام، وهذا حجة عليهم في أن أبا بكر عمر ملعون، في أن أبا بكر وعمر ملعونان، وأيضا حجة عليهم في أنهما حتى لو تجاهلنا قضية اللعنة دي وهي ثابتة عندهم، لكن لو تجاهلناها حتى هنقول أنهم عصوا أمر النبي وتخلفوا عن هذا الجيش. والنقطة الثانية بقى غير قضية اللعن وقضية المخالفة للنبي صلى الله عليه وآله، غير القضية دي كلها، هو دلوقتي أصلا النبي هيعمل كده ليه؟ يعني دلوقتي هم بيدعوا أن النبي صلى الله عليه وآله يا أستاذ عمر عندك 30 ثانية عشان لازم أختم برنامج، 30 ثانية تمام. طيب يا أخ فائز، هم دلوقتي بيدعوا أن النبي صلى الله عليه وآله لم يحدد خليفة من بعده، لكن بيقولوا أنه هو لمح، وطبعا ده فيه كلام كتير بقى نرد فيه وكلام كتير نتكلم فيه، يعني موضوع لمح ده وموضوع هو محددش خليفة والكلام ده كله وموضوع لمح ده. طيب لما هو كان بيلمح على أبو بكر وبيقول لأم المسلمين في الناس، طبعا دي أكذوبة، يعني أكذوبة مردود عليها بردود واضحة يعني، لكن مش ده مجال الكلام دلوقتي في ضيق الوقت. طيب لو هو بقى كان بيلمح على أبو بكر، إزاي بيلمح عليه عشان يبقى خليفة وهو في الساعات والأيام اللي بيموت فيها يبعته الشام؟ يعني إزاي يبقى خليفة في المدينة وهو المفروض لو أطاع النبي كان يبقى في الشام؟ مين هو هيبقى خليفة في المدينة وفي نفس الوقت لو كان أطاع النبي لولا معصيته للنبي ومخالفته النبي كان هيبقى ساعتها في الشام؟ إزاي يعني؟ ده دليل قطعي على أن النبي صلى الله عليه وآله ما كانش عايز أبو بكر يتولى الحكم، وإن النبي كان عايز يتخلص من وجود في المدينة أساسا، وإلا ما كانش بعته لآخر الدنيا وهو بيموت. يعني هو عايز خليفة هيجي وهو بيموت يبعته آخر الدنيا؟ ده كلام يضحك يعني. يا أستاذ عمرو أشكرك يا أستاذ عمرو، استنتاجات جميلة جدا. أشكرك جدا على المشاركة بتاعتك، وأشكر كل الإخوة الذين شاركوا في هذا البرنامج، وإن شاء الله هنكون معاكم بكرة الساعة 10 حسب توقيت القاهرة. إلى ذلك الحين أستودعكم الله من هنا من أرض فدك الصورة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.